استاد الحياة. استاد الحياة برنامج أسبوعي نتناولوا فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. عيش السبور في استاد الحياة. 7 دقائق بعد 8، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا من جديد. مازلنا مواصلين معاكم المشوار في هذه الأمسية الرياضية، مازلنا في متابعة وفي نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. خلينا نذكر أن هذه المباراة تندرج في إطار الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا. يلتحق بنا أو تلتحق بنا وجوه الربح لهنا في الأستوديو زميلنا صديقنا بلال الدريدي، نوجه له تحية كبيرة كبيرة برشا. دونك خلينا نرجع مع المباراة. دونك 4 دقائق منذ انطلاق المباراة، ننطلق معك انت عبد الله في الوصف والتعليق على مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. من جديد حسين، مرحبا بالسادة المستمعين على موجات إذاعة الحياة فام. بالفعل اللقاء الأول والجولة الأولى من تصفيات كان الكوديفوار 2023، 5 دقائق لعب في ملعب حمادي العقربي برادس، التعادل السلبي 0-0 بين تونس وغينيا الاستوائية. بسرعة نمر إلى استعراض تشكيلة الفريقين بالنسبة للمنتخب الضيف غينيا الاستوائية. في المرمى جاسيس نازورو، فاديريكو بيكورو، روبن بايلما، جانيك باويلا، باسيلو دونغ، ناستور، لويس إنيريك، جيان جوزي، خافير أكابو مارتينيز، المهاجم جوزي أنطونيو ميراندا وبابلو جياند. هذا بالنسبة للتشكيلة الأساسية للمنتخب غينيا الاستوائية، المدرب خوان ميتشا. بالنسبة لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي، بشير بن سعيد في المرمى على اليمين، محمد دراجر على اليسار، علي العبدي في محور دفاع المنتخب التونسي، نادر الغندري، منتصر الطالبي، ثلاثي وسط ميدان فرجاني الساسي، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري، وثلاثي الهجوم نعيم السليتي، طه ياسين الخنيسي، وفراس بالعربي. 6 دقائق لعب منذ بداية المباراة والشوط الأول، والتعادل السلبي 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب غينيا الاستوائية. والإطار تصفيات كان الكوديفوار 2023، جولة أولى، كان دفعة أولى يوم أمس في مجموعة تونس. المنتخب الليبي كان انتصر على منتخب بوتسوانا 0-1. منافس منتخب تونسي في الجولة الثانية نهار الأحد إن شاء الله مساعتين تاع العشية في بوتسوانا. نعود للوصف والتعليق على المباراة. كرة تعود للحارس المنتخب غينيا الاستوائية جاسيس، يرفع الكرة تتجاوز دائرة وسط الميدان، ارتقاء فضائي مرة أولى ومرة ثانية لهجوم للفريق غينيا الاستوائية. ميمو في المتابعة، نادر الغندري الحكم يقول كرة للمنتخب الوطني التونسي. بسرعة ترجع لعيسى العيدوني من جديد لعلي العابدي، علي العابدي بدوره يلعب للاعب نعيم السليتي. اليوم نلقوا في تشكيله اساسيه نعيم السليتي، يدخل جوز لول الثاني نعيم السليتي، يفتح الزاويه نعيم السليتي من جديد لفراس بالعربي، يوزع المستوى القمه الثاني، والكره جانبيه، الكره جانبيه، ضربه مرمى، كره اطول من فرجاني سيسي قاد فريق المنتخب الوطني التونسي. هذه اللي عاد فراس بالعربي يوزع على المستوى القامل الثاني، اسبق من فرجاني سيسي، تمشي رويدا رويدا، ضربه مرمى لمنتخب غينيا الاستوائيه في توقيت 7 دقائق 34 ثانيه 0-0. التعادل السلبي بين المنتخب التونسي منتخب غينيا الاستوائيه. كره تعود في وسط الميدان، كره من جديد، الحوار الثنائي، ترجع الكرة مخالفة للمنتخب غينيا الاستوائي، الحكم خوان يقول مخالفة للاعب رقم 4 فريديريكو بيكورو، يتحصل على المخالفة، يخلي الكرة للاعب رقم 22 باولو جانيت. باولو رقم 22 مش يتولى تنفيذ المخالفة قريبا من خط التماس، وين بنك بودالي المنتخب التونسي. كره قصيره كنت تقص في راس بالعربي، الهجوم المعاكس، حنبال المجبري، حنبال تتقص له الكره من جديد، لويس انيريك، لويس مازال محافظ على الكره للمنتخب غينيا. التوزيع ترجع من الدفاع المنتخب التونسي مره اولى ومره ثانيه،
من حنا بعل المجبري الحكم يقول تمس تمس لمنتخب غينيا الاستوائية في منطقة المنتخب التونسي في 8 دقائق لعب 34 ثانية. التعادل السلبي 0-0 والحكم اخوان يقول تمس من جديد لغينيا الاستوائية. يمشي للظهير الأيسر لمنتخب غينيا الاستوائية. ذكر أن المنتخب التونسي فاز على منتخب غينيا الاستوائية في 2021 كأس أفريقيا 2-1. المنتخب التونسي فاز في 4 مناسبات على المنتخب غينيا الاستوائية، تعادل في 2 مناسبات وانهزم في 2 مناسبات. هذه المخالفة وتمشي للحارس ممتاز في المكان المناسب. بشير بن سعيد يعكس الهجوم، نعيم السليتي، نعيم السليتي مازال محافظ على الكرة، يبدل اتجاه الكرة في ظهر الدفاع، ترجع من جديد فرجاني ساسي، فرجاني ساسي من جديد للمنتخب التونسي، فرجاني ساسي 1-2 فمش تسلل علي العابدي لكن تتقص من المدافع. الحكم يقول ركنية، ركنية الثانية للمنتخب الوطني التونسي. يخرج الكرة المدافع باسي لوندونغ يخرج الكرة، الركنية جي على يمين الحارس خوان في الدقيقة 10. الركنية الثانية للمنتخب الوطني التونسي. نعيم السليتي كالعادة في تنفيذ الركنيات للمنتخب التونسي. نعيم السليتي ينتظر صفيرة الحكم اخوان لينبه على الدفاع. نعيم السليتي على المستوى القائم الثاني والحكم يقول مخالفة. الحكم يقول مخالفة ضد عيسى العيدوني اللي ارتكب المخالفة على المدافع جانيك باويلا في الارتقاء الفضائي، وترجع بالتالي المخالفة لخط دفاع غينيا الاستوائية. المخالفة في 10 دقائق لعب 20 ثانية 0-0 بين تونس وغينيا الاستوائية. المنتخب التونسي مطالب الانتصار في الجولة الأولى من أجل يعني رفع من المعنويات باعتبار المنتخب الليبي في نفس المجموعة في المركز الأول بعد انتصاره على منتخب بوتسوانيا 0-0. المنتخب التونسي في صورة الانتصار يصبح في الصدارة صاحبة المنتخب الليبي بثلاث نقاط. ننتظر والمنتخب التونسي يفتتح النتيجة إلى حدود 11 دقيقة لعب ولا التعادل السلبي 0-0. تعود كرة المنتخب غينيا الاستوائي من جديد في وسط الميدان، ترجع للمحور روبن باليما، روبن يلعب مع ناستور على الجهة اليوم تتقص الكرة. الحكم يقول تمس المنتخب التونسي بسرعة. علي العابدي يلعب بسرعة، عيسى العيدوني في وسط الميدان المتكون من عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، وحنا بعلى المجبري، نادر الغندري من جديد في راس بالعربي، يرجع نادر الغندري، كرات قصيرة وتدرج سريع بالكرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. والمنتخب غينيا الاستوائي منكمش في الدفاع، يلعب من أجل الهجومات المعاكسة. المنتخب التونسي من أجل حل شفرة الدفاع المنتخب غينيا الاستوائية، كرات قصيرة، المنتخب التونسي قاعد يلقى في الحلول، ينوع في اللعب. هذه كرة للمنتخب التونسي بالعربي والتسديد قريبا، الكرة للحارس مباغتة من فراس بالعربي، التسديدة الثانية قريبة للحارس خوان ميتشا. منتخب التونسي هذه الفرصة الثانية كادي باغت الحارس، قريبة للحارس كادي غالته، كرة تمشي ضربة مرمى والتعادل إلى حد الآن 0-0. حسرة من فراس بالعربي، ترجع الكرة تماس من جديد للمنتخب التونسي اللي بدأ يرفع في النسق. المنتخب التونسي والمنتخب غينيا الاستوائية اللي قاعد يكتفي بالدور الدفاعي، يلعب من أجل الهجومات المعاكسة. المنتخب التونسي اللي قاعد يلقى في التوازن رويدا قاعد ينوع في اللعب من اليمين لليسار، تبادل مراكز بنعيم السليتي، حنابع المجبري وفراس بالعربي، كرة في محور الدفاع متسرة للطالبي، يلعب مع نادر الغندري، يسرع الكرة نادر الغندري، محمد دراجر في وسط الميدان، يرجع بدوره البشير بن سعيد للحارس بشير من جديد، منتصر الطالبي يلعب مع حنابع المجبري، يرجع للدور الدفاعي حنابع المجبري من جديد، نادر الغندري يبحث على الحلول، نادر الغندري من جديد 1-2، عيسى العيدوني لكن كرة تمشي مخطأ، تماس للمنتخب غينيا الاستوائية في مناطق غينيا الاستوائية في 13 دقيقة لعب. التعادل السلبي
صفر مقابل صفر بين المنتخب التونسي وغينيا الاستوائية، والكرة تعود للمنتخب التونسي. الظهير الأيمن كالعادة محمد دراجر، دراجر يلعب الكرة في اتجاه منتصر الطالبي، منتصر الطالبي حنبال المجبري، حنبال ما كان ما يفهموش زميله علي العابدي، تخرج تماس للمنتخب غينيا الاستوائية. في اللحظات هذه المنتخب التونسي قاعد يتسرع، فمش تفاهم بين الظهير الأيسر علي العابدي وكذلك حنبال المجبري، أكثر تركيز بالنسبة للخروج بالكرة للمنتخب الوطني التونسي باعتبار منتخب غينيا الاستوائية منكمش دفاعين، يلعب على الهجومات المعاكسة ويلعب على أخطاء المنتخب التونسي. ترجع الكرة حنبال المجبري، مازال محافظ على الكرة، شي يقول حكم تعود للمنتخب التونسي، الحكم يقول مخالفة للمنتخب التونسي حنبال المجبري. هذه الإعادة بسرعة ترجع لعيسى العيدوني، عيسى العيدوني يلعب بسرعة في راس بالعربي، في راس بالعربي يوزع الكرة في اتجاه علي العابدي، الترويض ممتاز بالساق اليسرى علي العابدي، ينتظر المساندة نعيم السليتي، يوزع نعيم، يوزع والكرة والله الدفاع يحط الكرة في الركنية، ممتاز محمد دراجري يسدد بالطا ياسين الخنيسي، الدفاع يحط الكرة في الركنية، ممتاز العملية في ظهر الدفاع عالطاير التسديد، والمدافع كما جات يحط الكرة في الركنية، الركنية الثالثة في ربع ساعة لعب في راس بالعربي، في طول التنفيذ الركنية للمنتخب التونسي في راس بالعربي، واحد اثنين نعيم السليتي، حنبال المجبري، حنبال المجبري، الحكم يقول مخالفة، مخالفة لصالح منتخب غينيا الاستوائية، حنبال المجبري يرتكب المخالفة. قلت المنتخب التونسي يعني سريعة جدا في الهجومات المعاكسة، ونقطة ضعف إلى حد الآن منتخب غينيا الاستوائي هو لعب الكرة في ظهر الدفاع، يعني كل ما تخرج الكرة تتلعب في ظهر الدفاع، يلقى صعوبات كبيرة منتخب غينيا الاستوائية. إن شاء الله المنتخب التونسي يلعب على أخطاء الدفاع الفريق باعتباره ممكن مش دفاعي، إن شاء الله الهدف الأول باش يسهل أكثر مأمورية المنتخب التونسي. إلى حدود 16 دقيقة لعب، التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. كرة كما جات من بشير بن سعيد في اتجاه تايسي الخنيسي، ترجع للمنتخب التونسي، ممتاز فرجاني سيسي يلعب الكرة الهجوم المعاكس، وش يقول حكم أمام تايسي الخنيسي؟ يقول ما فما شيء، حكم خوان ميتشا أو الحكم باسيفيك يقول ما فما شيء، مجرد احتكاك بين المدافع ولعب تا ياسين الخنيسي، وبالتالي الكرة ضربت مرمى للمنتخب غينيا الاستوائية. 16 دقيقة لعب، 34 ثانية، ولا التعادل السلبي صفر مقابل صفر. خافير راكبو مارتينيز يلعب الكرة مع المحور جانيك باويلا، جانيك روبن باليما، يرجع الكرة لنازارو الحارس، كرة كما جت في وسط الميدان، عيسى العيدوني، عيسى العيدوني من جديد المنتخب التونسي، حنبال المجبري، حنبال المجبري، عيسى العيدوني، حنبال المجبري من جديد، مازال محافظ على الكرة، يلعب مع محمد دراجر، حذاري من التسلل، يوزع والدفاع مرة أخرى، الدفاع مرة أخرى يخرج الكرة. قلت المنتخب التونسي كل ما يلعب الكرة في ظهر الدفاع إلا ويشكل خطر كبير، واللحظة الارتباك في دفاع غينيا الاستوائية، ترجع الكرة من جديد للمنتخب الوطني التونسي، حنبال المجبري كل الكرات ويربح المخالفة، يربح المخالفة حنبال المجبري، حركي في خط هجوم المنتخب الوطني التونسي، قاعد يتحرك من اليمين لليسار، حنبال المجبري يعطي في أكثر حلول بالنسبة للجهة اليمنى أو الجهة اليسرى، والمخالفة للمنتخب التونسي، الكرة تجي على يمين الحارس نازارو كالعادة باش يتولى تنفيذ الكرة في راس بالعربي امام الكره، وكذلك نعيم السليتي الساق اليسرى في راس بالعربي في توقيت 18 دقيقه لعب، التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين تونس وغينيا الاستوائيه. هل ياتي بالجديد المخالفه؟ تقريبا تعدت المخالفات في مناطق المنتخب غينيا الاستوائيه، في راس بالعربي على المستوى القمة الثاني، والكره تمشي رويدا رويدا، ضربة مرمى للمنتخب غينيا الاستوائية
في 18 دقيقة لعب 23 ثانية والتعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين. إن شاء الله التركيز يكون في 18 متر الأخيرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نزارو ينفذ ضربة المرمى حارس المنتخب غينيا الاستوائي، كرة طويلة في اتجاه خوزي أنطونيو ميراندا، حكم يعطي مخالفة للمنتخب التونسي. ميراندا يرتكب المخالفة على اللاعب نادر الغندري وبالتالي مخالفة للمنتخب التونسي. بسرعة منتصر للطالبي في المحور، يرجع مبدأ السلامة بشير بن سعيد. البشير بن سعيد مازال محافظ على الكرة، بشير ينتظر المساندة. بشير بن سعيد يوزع الكرة تتجاوز وسط الميدان، ترجع الكرة الثانية للمنتخب التونسي. فرجاني سيسي، فرجاني بسرعة بالعربي بالعربي بالعربي، شي يقول الحكم فمش تسلل. يلا الكرة للمنتخب التونسي، هجوم وفرصة الهدف الأول والحارس الكرة ركنية. فرصة الهدف الأول للمنتخب التونسي، يسدد والدفاع والحارس يحط الكرة في الركنية. كاد فراس بالعربي أن يفتتح النتيجة في تقريبا 20 دقيقة لعب. هاي الإعادة، محمد دراجر يوزع قدام فراس بالعربي، يسدد والحارس يحط الكرة في الركنية. الهدف بدا يسخن بالنسبة للمنتخب التونسي. الركنية الرابعة توزع على المساوى القامل الثاني، ايش يقول الحكم فما شيء، والكرة تتجاوز المدافعين. ايش يقول الحكم؟ المنتخب التونسي كاد يسجل الهدف الأول. المنتخب قاعد يهجم، فرصة أولى فرصة ثانية من نعيم السليتي، كذلك لعب المنتخب التونسي. عيسى العيدوني كاد يغلط الحارس نزارو في 20 دقيقة لعب، 0 مقابل 0 والكرة تعود للغينيا الاستوائي، ترجع للمنتخب التونسي. الضغط وهذه هفوة لهجوم المعاكس، غينيا الاستوائي حذري من هذه الكرات، ترجع لوسط الميدان لغينيا الاستوائي. روبن باليما يرجع للمحور، باسيلون دونغ دونغ من جديد ظهير الايسر لغينيا الاستوائية، يوزع في اتجاه باولو. باولو الكرة، حكم يقول ترجع للمنتخب التونسي. تسلل تسلل للمنتخب الوطني التونسي، قلت المنتخب التونسي بدي رفع في النسق. المنتخب التونسي كاد يسجل الهدف الأول تقريبا إلى حدود 21 دقيقة لعب، 3 فرص واضحة للمنتخب التونسي والتعادل 0 مقابل 0. ترجع من جديد للمنتخب الغيني، 1-2 تمشي للظهير الأيسر باسيلون دونغ، ترجع دراجر كما جات الكرة يربح التماس، يربح على التماس مع تشجيع مدرب المنتخب التونسي، والكرة تعود للظهير الأيمن للمنتخب التونسي. محمد دراجر يلعب مع منتصر الطالبي، منتصر الطالبي يسعد بالكرة، منتصر الطالبي من جديد علي العابدي، نعيم السليتي، نعيم السليتي من مزوز لاعبين من جديد، 1-2 وترجع من جديد للمنتخب الوطني التونسي. علي العابدي ينتظر المساندة، يرجع لعيسى العيدوني في وسط الميدان، نادر الغندري، نادر الغندري من جديد، محمد دراجر، دراجر يلعب مع بالعربي، حنبال المجبري، حنبال المجبري يربح التماس، يربح التماس، انكماش كبير بالنسبة لخط دفاع المنتخب الغيني، البحث على الحلول بالنسبة للمنتخب التونسي. الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي، الحكم يقول ما فهم حد شيء، ترجع لطايا سيل خنيسي، صلح الكرة للمنتخب الوطني التونسي. منتصر الطالبي من جديد للمنتخب التونسي، نعيم السليتي، نعيم السليتي دور بالكرة، نعيم يوزع على المستوى القامة الأثير فمش تسلل، والكرة تخرج، الكرة تخرج تمشي ضربة مرمى، قراءة خاطئة للكرة من فراس بالعربي والكرة تخرج ضربة مرمى. هذه الإعادة ممتازة العملية من نعيم السليتي، كرة خاطئة من فراس بالعربي باعتباره يلعب بالساق اليسرى، الترويض بالساق اليمنى غير ناجح، والكرة تخرج ضربة مرمى للمنتخب غينيا الاستوائي إلى تقريب 23 دقيقة لعب، ولا فرصة للمنتخب الغيني ما وراء حتى شيء. المنتخب التونسي تقريبا 3 فرص واضحة، منتخب قادر على افتتاح النتيجة. كرة ترجع للمنتخب التونسي، محمد دراجر، دراجر يلعب الكرة، حنبال المجبري في وسط الميدان، حنبال المجبري يرجع منتصر الطالبي، منتصر الطالبي من جديد في محور دفاع المنتخب التونسي، حنبال المجبري، حنبال من جديد لمحمد دراجر الظهير الأيمن،
محمد دراجر ينتظر المساندة في رأس بالعربي حنبال المجبري من جديد. محمد دراجر يرجع من جديد. عيسى العيدون يربح المخالفة في وسط الميدان المنتخب الوطني التونسي. الحكم باسيفيك يعطي المخالفة إلى حد الآن. روح رياضية كبيرة دون انذارات في المباراة إلى حدود 24 دقيقة. لعب الكرة للمنتخب التونسي في وسط الميدان. الهجوم وتتقسم الدفاع والهجوم المعاكس لغينا الاستوائية، ولكن تتقص بسرعة من علي العابدي. بشير بن سعيد للحارس، ترجع نادر الغندري بدوره نادر الغندري لمحمد دراجر. محمد دراجر من جديد حنب على المجبري. المجبري يلعب مع منتصر الطالبي. منتصر الطالبي كرة قصيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، وتدرج سليم بالكرة تمشي لنعيم السليتي. نعيم السليتي مازال محافظ على الكرة. حنب على المجبري من جديد في وسط الميدان. فرجاني سيسي نعيم السليتي. خاطئة الكرة ترجع للهجوم المعاكس غينا للاستوائية وترجع للمنتخب التونسي. الهجوم المعاكس فرجاني، يلا فرجاني للمنتخب التونسي. نعيم يلا نعيم، والدفاع يقص الكرة. يعني فرصة أخرى للمنتخب التونسي وتتقسم الدفاع منتخب غينيا الاستوائية. بطء في الهجوم والمخالفة، مخالفة للمنتخب الغيني، والحوار الثنائي بين المهاجم والمدرب غينيا الاستوائية، مهاجم المنتخب الوطني التونسي ومدرب غينيا الاستوائية. 25 دقيقة لعب، والتعادل 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب الغيني. بالضبط 25 دقيقة لعب، مازال التعادل السلبي 0-0. نرجع معك انت سي علي خليل، قراءتك في البداية ساعة في التشكيلة اللي كان اختارها الناخب الوطني جلال قادري. تشكيلة، والله التشكيلة معناها بصراحة فاجئنا بالتشكيلة. أول حاجة الاختيار كما قلنا على اللاعبين المحور، اختار الغندري على مريفة وعلى الناس كل ظهر هنا. والغندري بصراحة هو أنا حسب رأيي اختيار موفق ما بين الطالبي والغندري، هذوما توا أفضل لاعبين في النسبة للمحور. العابدي نزعة هجومية أكثر، وبشير أي حالي معلول واضح. دراجر قاعد عنده في فورمة كبيرة برشا وقاعد يقدم في مستوى طيب. الثلاثة الارتكاز معناها العيدوني كأكسيال معناها، وعلى اليسار ومرة على اليمين مرة على اليسار يمد ما بين حنبال والفرجاني، هذوما ثلاثة انت الارتكاز اللي يلعب بهم. في الهجوم الخنيسي في الان بوينت، الطالبي مرة أكثرية يلعب على اليمين باش يدخل للنص كما شفناه يلعب فيه على الجهة العكسية نتاعو عكس رجله باش يدخل ديما، وشاط برشا معناها دو تير دو لوان يكسر على ساقه ويشوت. والسليتي كيف جد حطوا على لو موفي معناها على الكوتي موفي باش يدخل للنص ويشوت. بالنسبه قراءتنا للمباراه بصراحه لحد الان عندنا نحن ثلاثه ركنيات، عندنا زوز مخالفات اختيار ثلاثه فرص واضحه، وعندنا اربع ولا خمسه فرص واضحه، خمسه فرص كانت واضحه. والمنتخب الغين الاستوائي ما شفنا منه حتى ردة فعل بالكل. يعني لحد الان انا ما نجمش نقول معناها تونس قاعده تعمل في مباراه جيده، لخاطر ما ثماش ان كونتر، ما ثماش ايكيب في المقابل قاعد معناها تشكل لك خطوره. يعني ما نجمش زاده نحترم الفرق الاخرى، ما نجمش نقول تونس لعبوا حدها، وفعلا تونس لعبوا حدها، خاطر بشير بن سعيد ما جاته حتى فرصه، ما جاته حتى كره، ما فاتوا حتى تهديد. يعني يلعبوا في النص نتاعهم حذر اكثر من اللازم. لكن تونس هنا توا يلزمنا نركزوا اكثر. لكن سعلي فماش استغلال للفرص، اذا كان نحكيوا على خمسه فرص فرص واضحه يعني. اي فعلا يلزمنا نركزوا اكثر، يلزمنا نكونوا هادين اكثر، ويلزمنا توا نوصلوا الكره بطريقه ناجحه. يعني الفرصه اكتمال الهجمه تكون بطريقه ناجحه، هذا يلزم يكونك مونتالمون، يلزمك تكون في ذهنيا معناها راكز وفاهم باش تكمل الهجمه. حتى الطالب اسمه معناها بالعربي علاش خليت كره بامبي انت؟ حطيت كره ديريكت بامبات كره عملت عليه بالضبط. يعني فما شويه تركيز، فما شويه معناها انتباه، فما حسن معناها استغلال فرص، فما حسن تحكم في اعصابك في 30 متر التيلانية. فما السليتي فرصه نتاع دقيقه 25 دقيقه 5 ما شاتش
كانت كسر من الاول حط له فرجاني سازي حتى له في طبق عمل ان بور تري في 16 متر بالضبط في ليندو 16 متر على ما نشوتش ديريكت انا كاش فارغه فهمت فمعناها شنو لا بون فينيسيون تاع لي زاتاك نتاعنا. عوده من جديد حسام بالفعل 28 دقيقه لاعب المنتخب التونسي ليسعى من اجل افتتاح النتيجه امام منتخب الى حد الان ما ورى حتى شيء. منتخب غينيا الاستوائي المنتخب التونسي مطالب بتسجيل الهدف الاول على الاقل في الشوط الاول دون احتساب يعني الشوط الثاني ربما نراو برشا مفاجات في كرة القدم المنتخب باش يسهل المأمورية عليه تسجيل الهدف الأول إلى حدود 29 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بين تونس وغينيا الاستوائي كرة للمنتخب التونسي منتصر الطالبي من جديد لبشير بن سعيد بشير بن سعيد يلعب مع نادر الغندري نادر الغندري البحث على الحلول نادر الغندري يوزع الكرة في اتجاه تياسين الخنيسي وترجع للحارس تمشي للحارس نازارو ياخذ كره بالنسبه للمنتخب غينيا الاستوائي للمحور روبن باليما روبن يلعب مع جانيك باويلا من جديد كره للمنتخب غينيا الاستوائيه بسرعه تعود للمنتخب التونسي يربح المخالفه المنتخب التونسي الحكم باسيفيك يعطي مخالفه للمنتخب من جديد لعيسى العيدوني نعيم السليتي حنبال المجبري يلعب مع نادر مع الظهير الايمن دراجر تتقسلوا الكره من جديد للمنتخب غينيا الاستوائيه لكن ترجع الكره الحكم يقول لصالح غينيا الاستوائي الحكم المساعد يقول الكره ترجع لصالح غينيا الاستوائي تقريبا 75% نسبه امتلاك الكره للمنتخب التونسي مقابل 25% للمنتخب غينيا الاستوائيه والى حد الان السيطره عميقه للمنتخب التونسي دون تسجيل يعني اهداف 0 مقابل 0 ربع ساعه لعب مازالت على نهايه الشوط الاول 0 مقابل 0 نزارو يوزع على كره تتجاوز دائره وسط الميدان في اتجاه انطونيو ميراندا ترجع من منتصر الطالبي ياخذ الكره لويس سينيريك لويس من جديد لجان جوزي تتقص الكره تماس للمنتخب غينيا الاستوائيه خافير مارتينيز ياخذ كره او يخلي الكره لزميله باسيلون دونغ الظهير الايسر دونغ ياخذ كره ظهير الايسر للمنتخب غينيا الاستوائيه يلعب الكره في اتجاه انطونيو لكن تتقص الكره من جديد للمنتخب التونسي محمد دراجر 31 دقيقه لعب التعادل السلبي 0 مقابل 0 كره للمنتخب التونسي في مناطق المنتخب محمد دراجر ينتظر المسانده يلعب مع شكون مازال ينتظر الحلول محمد دراجر عيسى العيدوني من جديد محمد دراجر في راس بالعربي عيسى العيدوني تتقص الكره للمنتخب غينيا الاستوائي ترجع من جديد حكم يقول مخالفه لصالح غينيا الاستوائيه اولى الانذارات اول انذار يرفع الحكم باسيفيك ضد حنبعل المجبري بعد التدخل الاخير على اللاعب منتخب غينيا الاستوائيه رقم 11 باسيلون دونغ والانذار الاول ضد حنبعل المجبري الانذار الاول بالنسبه للمنتخب التونسي والمخالفة للمنتخب غينيا الاستوائي قريبة خط التماس بالنسبة لبنك بودلاء المنتخب التونسي تبعد حوالي 35 متر على الحارس بشير بن سعيد على يمين الحارس رقم 22 باولو بشي طول التنفيذ المخالفة ينفذ ولا الدفاع في مرة أولى تمشي تماس للمنتخب الغيني قريب الخط زاوية الركنية تماس من جديد يمشي للظهير الأيسر باسيلون دونغ رقم 11 في انتظار الظهير الأيسر 33 دقيقة لعب والتعادل السلبي 0 مقابل 0 يمشي الظهير الأيسر رقم 11 باسيلون دونغ في طول التنفيذ للتماس في توقيت 33 دقيقة لعب التنفيذ باش يكون طويل على الطريقة الإنجليزية كرة طويلة ترجع من الدفاع نادر الغندري كيما جات الكرة والكرة الثانية للمنتخب غينيا الاستوائي يوزع المستوى القائم الثاني ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية غينيا الاستوائي حذاري
من الكرة الثانية ترجع من جديد للمنتخب التونسي، لكن كرة كما جت من المنتخب الغيني، كرة فضائية بين المنتخبين، ترجع الكرة للمنتخب التونسي في رأس بالعربي، الترويض في رأس الحكم يعطيه مخالفة، في رأس بالعربي في وسط الميدان للمنتخب الوطني التونسي، مخالفة واضحة للمنتخب الوطني التونسي في 34 دقيقة لعب، 0-0، ترجع الكرة لفرجاني ساسي، نعيم السليتي، ترجع من جديد للمنتخب الوطني التونسي، الحكم يواصل اللعب، ترجع هجوم المعاكس نعيم السليتي لكن أسبق منه المدافع، منتخب الغيني تخرج ما تخرجش الكرة نعيم السليتي، وكما جات الكرة ترجع من الدفاع، وترجع للمنتخب التونسي، هجوم معاكس للمنتخب التونسي، الحكم يقول تماس، خرجت الكرة تماس للمنتخب التونسي من جديد، الكرة بسرعة عيسى العيدوني يوزع المستوقم الثاني والحارس، الكرة تمشي للحارس نازارو حارس منتخب غينيا الاستوائية، 34 دقيقة لعب 25 ثانية والتعادل 0-0، كرة أطول من طايسي الخنيسي، ترجع الكرة للمنتخب التونسي، علي العابدي، بزال محافظ على الكرة، حذير علي العابدي يربح المخالفة، ممتازة التغطية، يربح المخالفة المنتخب التونسي، هذه الإعادة ويعمل التغطية ويربح المخالفة، مخالفة واضحة، الدفع من المهاجم رقم 18 جيان جوزي، ترجع الكرة عيسى العيدوني وسط الميدان، المنتخب التونسي يبدل لليسار علي العابدي، زال محافظ على الكرة علي العابدي من جديد، منتخب التونسي علي العابدي ويربح التمس او يخلي الكرة تمس لصالح منتخب غينيا الاستوائية، انخفض المستوى قبل نهاية الشوط الاول بعشرة دقائق، المستوى انخفض بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، والتعادل يبقى 0-0 بين المنتخبين، كرة تعود للظهير الايمن فريدريكو فادريكو بيكورو، من جديد ترجع للمنتخب التونسي فرجاني ساسي، ترجع للمنتخب الغيني، الحكم يوصل اللعب في رأس بالعربي، يلعب مع دراجر، دراجر يدخل، تتقص الكرة، من ناستور، من جديد يلعب وسط الميدان لويس، أمامه ثلاثة لاعبين، لويس يدور بالكرة، من جديد جيان جوزي، للاعب خافير مارتينيز، من جديد للويس، لناستور من جديد، أنطونيو ميراندا، وسط الميدان لويس، يرجع من جديد لبيكيرو، من جديد للمحور، روبن، في وسط الميدان، ترجع للمنتخب التونسي كما جيت، روبن يعمل التغطيش، يقول الحكم، والحكم يقول ما فما حتى شيء، رغم الدفع على طايس الخنيسي، الحكم يقول وصل اللعب، ترجع عيسى العيدوني من جديد لهجوم للمنتخب التونسي، 9 دقائق على نهاية الشوط الأول، نعيم السليتي، فرجاني ساسي من جديد، علي العابدي يوزع وترجع من الدفاع المنتخب التونسي، فرجاني والحارس مرة أولى، فرصة الهدف الأول للمنتخب التونسي، الفر يسدد والحارس في المكان المناسب ينقذ المرمى، هذه تقريبا الفرصة رقم 6 للمنتخب التونسي على نقطة يعني الخط 18 متر، يسدد والحارس في المكان المناسب ينقذ المرمى، 0-0، 8 دقائق على نهاية الشوط الأول، تقريبا 6 فرص للمنتخب التونسي والتعادل 0-0، ترجع الهجوم المعاكس للمنتخب غينيا الاستوائية رقم 11 ندونغ، يربح التماس، ان شاء الله الاولاد ما يندموش على الفرص هذه، باعتبار ان شاء الله المنتخب يسجل قبل نهايه الشوط الاول، نعرفوا الشوط الثاني ربما يعني نعرفوا انه المنتخبات هذه في الشوط الثاني تاخذ اكثر يعني راحه، ننتظروا تقريبا اقل من 8 دقائق على نهايه الشوط الاول، وتقريبا الركنيه الاولى، لمنتخب غينيا الاستوائيه رقم 22 على ما يبدو، هو باش يتولى تنفيذ الركنيه بابلو،
ينفذ على المستوى القائم الاول والدفاع. الدفاع مره اولى منتصر للطالبي وتمشي تماس من جديد او طايسي الخنيسي تماس للمنتخب غينيا الاستوائيه بل 7 دقائق على نهايه الشوط الاول 0-0. ممتاز طايسي الخنيسي في الدور الدفاعي يحط الكره في التماس تماس من جديد باسيلون دونغ رقم 11 كل الكرات ينفذها على الطريقه الانجليزيه تماس طويل من ندونغ. ندونغ ترجع من الدفاع والحكم يقول مخالفه ضد خط دفاع المنتخب الوطني التونسي. يخلي الكره لبشير بن سعيد. بشير بن سعيد مازال محافظ على الكره 6 دقائق لعب دون احتساب الوقت الاضافي. التعادل 0-0 بين منتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائي. بشير بن سعيد ينتظر صعود زملائه. بشير بن سعيد يوزع الكره طويله في اتجاه طايسي الخنيسي. الحكم يعطي مخالفه ضد الخنيسي في وسط الميدان لصالح منتخب غينيا الاستوائيه. تقريبا اقل من 6 دقائق على نهايه الشوط الاول. تكتيكيا نجح فريق منتخب غينيا الاستوائيه في الحد من خطوره المنتخب الوطني التونسي لحد الان 0-0. هذه الاعاده ربما الكره كانت يعني وين متمركز الحارس، كان جات الكره على الجهه اليمين ولا اليسار يكون الهدف الاول، لكن الكره وين متمركز الحارس نازارو ينقذ المرمى. ترجع الكره قبل 5 دقائق على نهايه الشوط الاول 0-0. كره طويله نادر الغندري ممتاز القراءه السليمه للكره لبشير بن سعيد. ياخذ الكره منتصر للطالبي، الصعود بالكره منتصر للطالبي. فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، نعيم السليتي، كرات قصيره نادر الغندري بسرعه للظهير الايمن لكن يخير يلعب مع حنا بعلى المجبري. المجبري ترجع من الدفاع من جديد. حنا بعلى المجبري من جديد الحكم يقول ما فما شيء. الهجوم المعاكس لترجع ممتاز يقص الكره ويصلح. ترجع لوسط الميدان فرجاني ساسي. فرجاني لشكون الفرجاني؟ للدفاع روبن ياخذ الكره. روبن يلعب مع بيكورو مازال محافظ على الكره ممتاز تتقص الكره ترجع وسط الميدان فرجاني ساسي. فرجاني العربي بالعربي من جديد العابدي او نعيم السليتي فرجاني ساسي مازال محافظ على الكره. نادر الغندري فرجاني ساسي 1-2 نعيم السليتي فرجاني ساسي. تكتل كبير بالنسبة لدفاع منتخب غينيا الاستوائية. هذه الكرة مازال محافظة على الكرة المنتخب التونسي. علي العابدي كرة قصيرة البحث على الحلول يوزع المستوى القائم الثاني والدفاع مرة أولى ومرة ثانية ترجع للمنتخب غينيا الاستوائية. كما جت الكرة في اتجاه ميراندا لكن أسبق منه نادر الغنتي. بشير بن سعيد منتصر للطالبي. 4 دقائق على نهاية الشوط الأول التعادل 0-0. من جديد يسرع الكرة الفر في اتجاه الغندري أو دراجر أمام زوز لاعبين. دراجر يرجع لحنبعل المجبري. حنبعل فرجاني ينتظر الحلول يبدل اليسار علي العابدي. ترويض ممتاز علي العابدي ترجع الكرة للمنتخب غينيا الاستوائية ولمسين لمس الكرة باليد والكرة ستعود بمخالفة لمسة يد للمنتخب غينيا الاستوائية. 3 دقائق على نهاية الشوط الأول نسق انخفض بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وإلى حد الآن دون حلول بالنسبة للمنتخب التونسي خاصة في 10 دقائق الأخيرة. وصلنا تقريبا 3 دقائق على نهاية الشوط الأول والمخالفة للحارس نازارو في اتجاه ندونغ ياخذ الكره حذاري. ندونغ يتواغل ممتاز في مره اولى يحط الكره في الركنيه الثانيه ممتاز. دراجر يحط الكره في الركنيه. زوز ركنيات للمنتخب غينيا الاستوائيه دون خطوره تذكر للحارس بشير بن سعيد. تقريبا قبل 2.5 دقيقة على نهايه الشوط الاول دون احتساب الوقت الاضافي الركنيه الثانيه للمنتخب غينيا الاستوائيه يمشي لاخصائي التنفيذ بالنسبه لغينيا الاستوائيه تقريبا رقم 17 جوزي انطونيو ميراندا. وبشي طوال التنفيذ الركنيه
في انتظار القميص على ما يبدو رقم 17 ينفذ الكرة طويلة وحذاري والكرة تمشي ضربة مرمى. ضربة مرمى تمشي الكرة للمنتخب التونسي رقم 4. رقم 4 بيكورو يضرب الكرة لبرا ترجع للمنتخب التونسي قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول. ترجع من جديد هجوم المعاكس حنا بعلم نجبري حنا بعلم نجبري يلا الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي فمش تسلل. كرة بالعربي بالعربي لنعيم السليتي والتسلل ما فماش تسلل في الهجمة ولكن الحكم يقول تسلل في انتظار الإعادة بالصور البطيئة. هل هناك تسلل في العملية الأخيرة؟ هذه الكرة هذه الكرة فمش تسلل ما فماش تسلل على تقريبا نفس الخط نفس الخط بين آخر مدافع والمهاجم المنتخب الوطني التونسي اللاعب نعيم السليتي لكن الحكم يقول تسلل لصالح المنتخب غينيا الاستوائي تقريبا الانذار على الانذار يرفع الحكم باسيفيك للحارس نازارو من اجل تضييع الوقت حتى على المستوى الانذارات تعادل انذار المنتخب التونسي حنا بعل المجبري وانذار للحارس نازارو حارس منتخب غينيا الاستوائيه بسبب اضاعه الوقت اللي يعتبره الحكم باسيفيك. دقيقه ونص على نهايه الشوط الاول دون احتساب الوقت الاضافي لهجوم المعاكس المنتخب التونسي في راس بالعربي الانطلاقه في راس في راس ايش يقول الحكم؟ ضربه مرمى الحكم يقول ضربه مرمى للمنتخب غينيا الاستوائي في راس بالعربي طالب بمخالفه لكن الحكم باسيفيك يقول له احتكاك عادي وضربه مرمى للمنتخب غينيا الاستوائي تقريبا تجاوزنا الوقت القانوني بخمسه ثواني والتعادل السلبي صفر مقابل صفر في انتظار اضافه الحكم باسيفيك الوقت الاضافي بين المنتخب التونسي وغينيا الاستوائي تقريبا مش برشا وقت ضايع بين المنتخبين. ترجع الكره الحكم ايش يقول؟ تماس للمنتخب التونسي تايسي الخنيسي يلعب مع او يخلي الكره يخلي الكره الحنبعل المجبري يلعب بسرعه حنبعل ترجع من الدفاع مره اولى ومره ثانيه منتخب الغيني كره كما جات نادر الغندري نادر الغندري من جديد نادر الغندري ترجع لروبن روبن يربح التماس يربح التماس عيسى العيدوني دقيقه في الوقت الاضافي والتعادل صفر مقابل صفر منتصر الطالبي منتصر الطالبي عكس الهجوم نعيم السليتي نعيم السليتي نعيم السليتي يلعب بالشكون تتقص الكره تتقص من روبن كما جات الكره ترجع للمنتخب التونسي عيسى العيدوني دراجر دراجر من جديد لفراس بالعربي شو يعمل بالكره فراس 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 حنبعل حنبعل المجبري حنبعل المجبري ولا تتقص الكره من الدفاع للمنتخب غينيا الاستوائيه يربح التماس تماس للمنتخب التونسي الحكم كان اضاف زوز دقائق ترجع الكره للمنتخب التونسي نادى لدراجر دراجر 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 يلعب ضد فرجاني يلا بالعربي والدفاع الدفاع ينقذ الموقف ترجع للمنتخب التونسي من جديد نعيم السليتي نعيم فمش تسلل العادي العادي يوضع الكرة ممشي بك خالية علي العادي ضيع فرصة الهدف والركنية أقل من 20 ثانية زوز فرص للمنتخب التونسي ولا هذه فرصة يعني ممشي بك يضيع على الكرة وتمشي للركنية حب يعطي يعني الكرة لزميله والدفاع يحط الكره للركنيه فرصه للعادي كان من الاجدر تسديد فرصه افتتاح النتيجه يعني اسهل فرصه للمنتخب التونسي الركنيه اخر فرصه للمنتخب التونسي في الشوط الاول تقريبا سبع فرص للمنتخب التونسي فرص ضايعه والحكم باسيفيك يعلن نهايه الشوط الاول شوط عنوانه فرص ضايعه للمنتخب التونسي ان شاء الله المنتخب التونسي في الشوط الثاني ما تكونش يعني يندم على الفرص هذه حسين. شكرا لك عبد الله. دونك التعادل السلبي صفر مقابل صفر ونهايه الشوط الاول في مباراه المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. نرجع معك انت سي علي خليل يعني قراءتك للشوط الثاني طبعا القراءه الفنيه في علاقه بالشوط الاول من المباراه وخاصه في علاقه بثمانيه فرص تقريبا واضحين ضيعهم المنتخب الوطني التونسي واخرهم الفرصه الاخيره اللي كان معناها راس وراس الجول لكن في النهايه ضاعت الكره ثمانيه فرص ضايعين من قبل المنتخب الوطني التونسي لان المنتخب اللي
سيطر نوعا ما على المباراة، عديد الفرص الضايعة. منتخب غينيا مريناش وصل يعني لحارس المرمى بتاعنا اللي هو سي بشير بن سعيد. دونك هذه هي أهم ما جاء في الشوط الأول، القراءة الفنية الكاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤكد كونه لعبنا حتى للدقيقة 30 بشكل جيد، وكنا نحن الأولين، وكنا نحن عنا الكرة، وكنا نصنع في الهجومات، وعملنا 5 هجومات، وجبنا 3 ركنيات، وجبنا 2 مخالفات خطيرة، ما استغلناهمش، ما كناش خطيرين، ما وجعناش، ما وصلناش فرص حقيقية، شبه فرص، كلها أشبه فرص، لكن فرصة حقيقية انت أهداف ما شفنا، لانه المنتخب المنتخبيني من الدقيقه 30 بدا يسترجع وبدا ياخذ بزمام مباراته، بدا يولي خطير جدا. في الدقيقه 30، في الدقيقه 37 والدقيقه 42 جاب زوج ركنيات، يعني بدا يوجع فينا وبدا يخرج لنا وبدا يلعب لنا باربع مهاجمين وبدا يخوف في الثقه، بدينا نحن نضيعوا، بدينا نحن نرتبكوا، بدا يفهم في ستيل دو جيم تاعنا. اما انا توا اللي خايفين منه، خاطر قلت لك الوقت مش في صالحنا، على قد ما تمشي الوقت وما تسجلش اهداف، على قد ما ترجع الوقت تولي انت نرف اكثر، وتولي انت تشك في روحك اكثر، وتولي انت معناها ما نجحتش، انت تولي تدخل في الدوت في الشك. انت توا مطالب، نحن مطالبين باش نبداو الشوط الاول بهدف ربع ساعه، بهدف 24 دقيقه لازم تسجل، ما تسجلش ترجع لك العملية عكسية كما صارت تولي حد الآن. ولكن حاجة الباهية كان المنتخب التونسي في الدقيقة الأخيرة رجع استدرك وجاب تقريبا 3 فرص واضحة متاع تسجيل، يعني 2 رتري، واحدة رتري للطالبي لم يحسن القذف، وواحدة رتري من علي العابدي المفروض يخرج يا للدوزيام اللي هو معناه مانتا ليبر يا يشوت. على العموم زوز فرص رجعنا، ما خلي معناتها نفسيا معناها بسيكولوجيكمون معناها ومونتالمون رجعنا في اللعبه، ما خليناهمش يعاودوا ياخذوا ثقه اكثر، حبسناهم وهذا هو المطلوب. واضح نحن توا السيناريو توا معناتها اللي يلزم يكون يلزم معناها توا معناها يكون كالمون هادين، اما لكن يلزمنا نعملوا دخلة في الشوط الثاني. أنا عرفنا في الادفرسير وعرفنا خفاياه وعرفنا نقاط ضعفه وعرفنا نقاط قوته، وتو يزم كوتشينج باه تاع المدرب بالضبط. هذاك حبيت فما زوز لاعبين انا نتصور ما نشحوش بالضبط. هذاك حبيت نسالك على انه خيارات المدرب، لانه مش يبقى محافظ على نفس التشكيله ولا فما تغييرات باش يخدم؟ لا 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 لا، يلزم ساعه اول حاجه يلزم نعمل دخله باهيه تاع معناها الشوط الثاني، ويلزم الدخله الباهيه هذه توصلنا الى تسجيل هدف، وخاطر نعرفوا كل كبيره وصغيره تاع المنتخب معناها، ولكن ما نخليهمش يرجعوا ديما نحن ناخذوا معناتها معناها ناخذوا عليه اللعب. فما زوز لاعبين انا ما كانوش موفقين حسب رايي انا، اللي هو الخنيسي ما شفناهوش في حتى فرصه نهائيه، يجري دون لو فيد تحس بيه حتى اكثر يوريك اللي هو موش حاله نرفو، يعيط على اصحابه، تحس بيه من دقيقه من دقيقه من الفرصه السابعه، دقيقه السابعه على فرصه معناها منرفي على اصحابه، ما تخلش ما نسجمش معاهم، خارج اللعبه معاهم، خارج الاطار، فما ديسيني يوريك اللعب ما اندمجش في وسط المجموعه وما اندمج وما عمل حتى فرصه. نتصور الجزيري هو على عكس الطالبي كان معناها نقطه القوه نتاع المنتخب التونسي، وجاب برشا فرص وسجل برشا وخرج، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يسجل باش يرتفع وتزيد تتحسن معنويات. اما الخنيسي كي تقارنه بالطالبي ما عمل حتى فرصه وما عمل حتى اكسيون وما كانش خطير، مع العلم كونه مكانه اون بوان، يعني مكانه في الاستقبال، يعني مكانه جيد، يعني مكانه فينيسور، يعني سكون تخدم له. الا انت ما كنتش في الموقع المركز الدائي، ما كنتش فيه. حاجه اللاعب الثاني اللي خذا افيرتيسمون وحاول ما انت تضيع برشا كرات في نص الميدان، 3 أو 4 كرات وحنا بال ما كانش معناها اليوم كذلك. نتصور زوز لاعبين هذوما مش يقع التغيير على مستوى زوز لاعبين هذوما. واضح به يحضر بحذانا ملك الاستوديو سي فيلال الدريد. يا سيدي مرحبا بك. يا سيدي عاشك، مرحبا بكم. اكيد نستفيدوا من الحديث اللي حكاه الكوتش سي علي خليل، نجم نتواصل مع حديثك لهنا في ما يخص حنا بال المجبري، تحرك برشا جري
دافع حتى مع اصحابه، كان قام بالدور الدفاعي كما يلزم، لكن في الهجوم برشا مرات كان تردد في الـ في شو يلزمه يعمل في الفرقه نتاعو. كيف نتصوره على الشيره اللي صار، كنا طايحين شويه ما لقيناش شكون يهز لعب على الشيره اليمين، فراس بالعربي كان موجود في اكثر من كوره، كان خدم من قبل نص الميدان وختم هو العمليه. على الشيره اللي صار ممكن نخمم في علي معلول اكثر، وكان وين ما يدخل يعطي الاضافه يدورني. بالضبط، هو لمحالة حتى من ناحية علي معلول، وسي علي خليل أكيد ينجم أكد لنا هذا، أنه علي معلول عاد من إصابة ما نتصورش كونه يعطيه ميتون كامل، معناها خاصة أنه مازال كيف رجع من إصابة، ومعناها نتصور أنه علي معلول يهبطوشي في آخر الميتون ثاني في العشرين دقيقة الأخرانية، لأنه علي معلول البوست بتاعه واضح نتصور. نحن الحقيقة اسم اللعب على اليسار علي العابدي ما كانش سيء، ولكن الافضليه المعلول بالضبط هذا هو، ولكن المشكله اللي تحدثت عليها مش في الخط الاول، مش في في الليني ديفونسيف، المشكله نتاعنا في الليني اتاك، شكون يوجع في اللي تروى لقدام بين السليتي ولا وفي راس بالعربي اللي قدم السليتي، حتى السليتي جاب برشا فرص واعطى برشا بينيات وخرج واخترق وعمل لابيركوتي والدريب وعمل كل شيء السليتي الحقيقه كان باش يسجل. بالعربي كيف اللي كان ابسون في اللي تروى ذوما هو الخميسي بالضبط، في اللي تروى بيفو اللي موجود يلعب ما بين العدود اللي كان مراكز وكان مسكر لنا وما خليش الهجمات وقص لنا الهجمه، فرجاني كيف خرج برشا روتريات وعمل برشا عمل بلان عمل ماتش بلان ميتون بلان العدودي كيف لكن حلنا بال عمل اكثر معناها بال على الادفيرسير، ما كانش موافق، ما ريناوش يتخل بالكره، ما ريناوش يخذ الانيشيتيف، مرينا وش يتعدى على اليمين ورفع، مرينا وش يتخلى النص وشات، يعني ما وش حنبال ما كانش موفق بالضبط. ممكن مباراة أخرى يكون موفق أكثر، نحن ولدنا حنبال نتمنى له النجاح ونتمنى له كل شيء، ولكن للأمانة اليوم ودير هو دير معنا الافرتيسمون اللي خذيه معنا سور بال معنا تفكت له كورة وتنرفز وحب يعمل رياكسيون، ما نخافوا ياخذ يعمل رياكسيون أخرى، وهذا إيش تقديرات جلال خادري كونك يقول لك نسحبه غير ما يعمل لي رياكسيون خاطر ان بيفو مهدد باش يدخل في انترفونسيون ياخذ فيرتيسمون ولي الكره تتخلب علينا الماتش كله بالضبط. واضح دونك هذه هي قراءتك سعلي خليل في الشوط الاول من مباراه المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. خلينا نذكر بنتيجه الشوط الاول، تعادل سلبي 0-0، وتندرج هذه المباراه في اطار الجوله الاولى لتصفيات كاس افريقيا 2023. سينو احنا اكيد باش تكون عندنا عوده مع انطلاق الشوط الثاني من مباراه المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. نخرجوا استراحه صغيره موسيقية ورجعين بعد شوية. مرحبا بكل من التحق بنا من جديد، مازلنا موصلين معاكم المشوار في هذه الأمسية الرياضية، مازلنا في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا لحساب الجولة الافتتاحية من تصفيات كأس أمم إفريقيا. كنا خلينا الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي 0-0، 50 دقيقة من زمن المباراة ومازلت النتيجة على حالها. يلا نمشي معك أنت عبد الله في الوصف والتعليق على هذه المباراة. بالفعل حسام 50 دقيقة لعب، التعادل سلبي 0-0، تقريبا أقل من 40 دقيقة لعب. المنتخب التونسي يلعب ضد الوقت، ضد المنافس وضد النتيجة، المنتخب مطالب بتسجيل أولى الأهداف في المباراة. شوط أول مع 7 فرص مع قلة نجاعة 0-0، المنتخب التونسي يجب التركيز في الشوط الثاني، نعم للسرعة لا للتسرع. المنتخب التونسي يعني مازال تقريبا 39 دقيقة في الشوط الثاني، مطالب بالتركيز خاصة في الهجوم، ترجع الكرة للمنتخب التونسي، الحكم يقول مخالفة للمنتخب الوطني التونسي لطاياسين الخنيسي، يربح المخالفة قريبة تجي على يمين الحارس نازارو، تبعد حوالي 21 أو 20 متر. هل تأتي بالجديد للمنتخب الوطني التونسي؟ إن شاء الله الفرص الضائعة في الشوط الأول، إن شاء الله الفرص في الشوط الثاني تكون نجاعة موجودة بالنسبة لخط هجوم المنتخب التونسي أمام الكرة. زوز لاعبين نعيم السليتي وفراس بالعربي، نعيم السليتي أو فراس في 52 دقيقة لعب، والحكم باسيفيك ينبه على جدار الدفاع منتخب غينيا الاستوائية. هل تأتي بالجديد للمنتخب التونسي؟ نعيم السليتي والهدف الأول للحكم. ايش يقول الحكم؟
يقول لا الحكم شنو الحكم يرفض الهدف يرفض الهدف نعيم يقول مس الكرة زميله ولكن الحكم يقول ترجع لصالح منتخب غينيا الاستوائية نشوفوا الإعادة فرصة الهدف المنتخب التونسي كان سجل لكن الحكم يلغي الهدف يعني زميله ما لمسش الكرة في رأس بالعربي ترجع الكرة للمنتخب التونسي من جديد بشرة خير خلينا نقوله بشرة خير إن شاء الله الهدف يكون المرة الثانية ثابتة للمنتخب التونسي في 53 دقيقة لعب هذه الكرة ما نمسش زميله الكرة للأمانة تسديد يعني هدف ممتاز لكن الحكم رفض الهدف للمنتخب التونسي ترجع الكرة الهجوم والمخالفة الحكم باسيفيك يقول مخالفة للمنتخب الوطني التونسي في مناطق منتخب غينيا الاستوائية منتخب تونسي دخل بقوة في المباراة ترجع الكرة في وسط الميدان نادر الغندري من جديد لمحمد دراجر من جديد نادر الغندري عيسى العيدوني من جديد حنبال المجبري من جديد المنتخب التونسي دراجر يلعب مع فرجاني سيسي فرجاني هذه كرة المنتخب التونسي يلا وبرا الكرة التسلل يعني لخطة في دفاع وكذلك بين خط هجوم المنتخب التونسي ضايعة تسلل ضد خط هجوم المنتخب التونسي كاد ان يفتتح النتيجة يعني في 54 دقيقة زوز كرة فرص منه هدف يرفض الحكم وكرة بداعي للتسلل فوق المرمى تسلل واضح يضيع الفرصة للمنتخب التونسي ترجع الكرة حنبال المجبري ترجع والمخالفة للمنتخب التونسي عيسى العيدوني ينتظر المساندة عيسى العيدوني يلعب من جديد منتصر الطالبي علي العابدي أو نعيم السليتي وزع فمش تسلل الكرة في راس بالعربي ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية لحنبال المجبري ترجع للمنتخب التونسي علي العابدي مازال محافظ على الكرة علي العابدي من جديد حنبال المجبري محمد دراجر يرمى في راس بالعربي وزع المستوى القام الثاني وفرصة الهدف تضيع واش يقول الحكام والهدف الأول للمنتخب التونسي نعيم السليتي قلت بشرة خير يرفض له الهدف الأول يسجل هدف أول للمنتخب التونسي نعيم السليتي هذه الكرة التوزيع على المستوى القائم الثاني ترجع من الدفاع نعيم السليتي يسدد يغلط الحارس نزارو في الدقيقة تقريبا 56 هدف أول للمنتخب التونسي مع بداية الشوط الثاني هدف مقابل صفر كما ذكرنا أن المنتخب التونسي مطالب بتسريع الكرة والنجاعة حاضرة مع بداية الشوط الثاني هدف مقابل صفر للمنتخب التونسي بإمضاء الهدف نعيم السليتي رقم 23 هدف أول نعيم السليتي وتشجيع المنتخب التونسي جمهور حاضر في ملعب حمادي العقربي برادس انتظروا توقيت الهدف بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يعني الهدف باش يسهل مأمورية بالنسبة للمنتخب دقيقة 56 باش يسهل أكثر مأمورية باش نشوفوا عديد الأهداف إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ترجع الكرة للمنتخب الغيني لخافير مارتينيز ممتازة التغطية من المدافع دراجر ترجع وسط الميدان المنتخب التونسي فرجاني سيسي من جديد للمنتخب الوطني التونسي فرجاني سيسي في وسط الميدان يرجع لعيسى العيدوني نادر الغندري يلعب من جديد في راس بالعربي من جديد محمد دراجر نذكر هدف مقابل صفر المنتخب التونسي يفتتح النتيجة في 56 دقيقة لعب واحدة بلاش للمنتخب الوطني التونسي ترجع الكرة كرات قصيرة للمنتخب التونسي نادر الغندري منتصر الطالبي في محور الدفاع منتصر الطالبي من جديد
وسط الميدان ممتاز، يربح المخالفة، يربح المخالفة مع الإنذار، الإنذار يرفعه ضد رقم 14 لاعب نستور. عبدالله باش نقص عليك في تعليقك على مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا، نذكر بالتوقيت 57 دقيقة لعب والنتيجة 1-0 لفائدة المنتخب الوطني التونسي. الهدف اللي كان جاء عن طريق اللاعب نعيم السليتي. فقط باش نرفعوا أذان العشاء وأكيد لنا عودة لمتابعة ما تبقى من زمن المباراة. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أكيد رجعنا من جديد في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. 61 دقيقة لعب و62 دقيقة لعب وما زالت النتيجة 1-0 لفائدة المنتخب الوطني التونسي. خلينا نذكره بصاحب الهدف الوحيد لحد هذه اللحظة، نعيم السليتي في دقيقة 56. نرجع معك انت عبد الله في الوصف والتعليق على ما تبقى من زمن المباراة. اكيد حسام 62 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر، تحسن مردود المنتخب التونسي في الشوط الثاني. منتخب تونسي قادر على تسجيل أكثر من هدف باعتبار أنه المنتخب التونسي أطوحت له ثلاثة فرص سانحة للتسجيل مع تغييرات بالنسبة لجلال قادر على ما يبدو باش يدخل الظهير الأيسر علي معلول وكذلك محمد علي برمضان، ربما باش نلقاو أكثر نجاح هجومي أكثر حلول على الجهة اليسرى. ننتظروا التغييرات بالنسبة للمنتخب التونسي. جاءت الأهداف في 56 دقيقة الأولى، إن شاء الله المنتخب التونسي يسجل الهدف الثاني لما لا يثلث النتيجة باعتبار أن الفريق المنافس أصبح يعني يلعب الهجوم باعتبار منهزم. هدف مقابل صفر، كرة في اتجاه بابلو ويخل كرة فما حد شيء، ترجع الكرة للمنتخب الغيني، حذاري ترجع من جديد للويس، بابلو يوزع والدفاع يحط كرة أو مازلت ما خرجتش الكرة، المنتخب التونسي تمشي للحارس ممتاز بشير بن سعيد ياخذ الكره، الحكم يعطيه مخالفه يخرج الكره للتماس، بشير بن سعيد يحط الكره في التماس للمنتخب غينيا الاستوائيه. 63 دقيقه لعب والتقدم للمنتخب التونسي، هدف مقابل صفر مع اصابه محمد دراجر، ان شاء الله يقوم لباس المدافع المنتخب التونسي. في انتظار تغييرات المنتخب التونسي، هذه صورة الهدف للمنتخب التونسي. الدفاع في مرة أولى، يأخذ الكرة نعيم السليتي، تسديد بالساق اليسرى يفتتح النتيجة والهدف الأول للمنتخب التونسي. ربما تغيير وإصابة لمحمد دراجر، إن شاء الله يقوم لباس لعب المنتخب الوطني التونسي. محمد دراجر ننتظر محمد أمين برمضان باش يدخل في التشكيلة الأساسية. في انتظار فراس بالعربي، يخرج فراس بالعربي يدخل محمد علي برمضان، محمد أمين برمضان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لعب للترجي الرياضي التونسي، يخرج فراس بالعربي والتغيير الثاني ننتظروا علي معلول باش يدخل، ننتظروا التغيير هل أنه باش يكون علي العابدي أو لاعب آخر، في انتظار تغيير الثاني بالنسبة للمنتخب التونسي. بالضبط ذاك علاش عبد الله، فقط يعني خلينا نرجع مع سي علي خليل في علاقة بالقراءة الفنية في المباراة ككل. الهدف الأول اللي كان جاء عن طريق نعيم السليتي والشواء اللي كان اختاره يعني جلال القادري في علاقة بالتغييرات اللي قام بها. أول حاجة معنا البداية الشوط الثاني هي اللي طلبناها نحن كون نسجل هدف مع البداية باش نرتاح. الحمد لله جاء الهدف في العشر دقائق الأولانيين ريحنا، خلينا توا مش نلعب أكثر تركيز وأكثر هدوء وأكثر معناها حضور ذهني. فالتغيير التغييرات الاثنين علي معلول وقت اللي ينزل المنتخب في التشكيلة يعطي ثقة كبيرة برشا للفريق ويعطيها معناها هدوء ويعطيه معناها خبرة كبيرة علي معلول وارتياح كبير للفريق وهذا مطلوب. كيف بالرمضان زاد ينشط خط افتكاك الكرة وخط النص وهذا مطلوب جدا، ولكن خروج فراس بالعربي هو المشكل. فراس بالعربي كان هو المزعج للمنتخب الغيني، كان مزعج جدا وجاب أكثر فرص وخدم مباراة. أنا ما حبيتوش يخرج، أنا حبيت الخنيسي يخرج، الخنيسي اللي ما اندمجش، الخنيسي اللي ما قلقش ما وجعش ما تعبهمش. ما الحقيقة
ان شاء الله ان شاء الله نقولوا اعطاه فرصه للخنيسي باش يتحرك اكثر، اعطاه فرصه للخنيسي باش ينجح. اما خروج فراس بالعربي مش ان شاء الله ما ندموش عليه، وان شاء الله معناها ما تكونش معناها عنده عواقب مش بها. ولو انه محمد دراجر زاد مع عدى شوط اول يتسمى ممتاز حقيقه، يعني بالنسبه لمحمد دراجر شونجمو مع علي معلول، محمد امين برمضان في راس بالعربي، نتصور انه نقطه الاستفهام بالنسبه لك انت سي علي في الشونجمو اللي صار بين محمد امين برمضان وفي راس بالعربي. هو راهو شوف بالنسبه للشوط الاول، الشوط الاول كانت الجهه اليسرى هي الجهه القوه، هي القوه نتاعنا الكل، واللي بينتراسيون نتاعنا الكل والمخالفات الكل جبناها على الجهه اليسرى نتاعنا، يعني عن طريق معلول وعن طريق الطالبي او السليتي كيجي يلعب على الجهه اليسرى. ايوه فالجهه اليمنى هي اللي ما تحركتش، الا انه كنا ننتظر باش ينشط الجهه اليمنى لانه نشط الجهه اليسرى. فمعناها ما نجمش لنا خاصه في راس بالعربي كان سحب التوزيع على جبهه البوطو. ايه راس بالعربي مزعج جدا، قلق ميتون لول الكل قلق الحقيقه، وحتى في ميتون فين بالضبط تخيلوا مش يعمل شونجمون على الجهه اليمنى، على الجهه اليمنى نشطها اكثر، يخلي فيها معناتها حد فيكس اكثر، يلعب اكثر هجوم، يلعب اي خرج اكثر. على العموم ان شاء الله معناها تكمل المباراه معناها بشكل جيد، وان شاء الله اللاعبين اللي فيهم الخير والبركه يقومون بدور طيب، وان شاء الله نخرج من المباراه مع تفايزين ان شاء الله. هذا وان شاء الله ان شاء الله الانتصار يكون للمنتخب الوطني التونسي. 67 دقيقه لعب، ما زالت النتيجه 1-0. نرجع معك انت عبد الله في الوصف والتعليق على ما تبقى من زمن المباراه بالنسبه لمباراه المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غيني. وخليني نذكر بالاطار انه المباراه تندرج في اطار الجوله الافتتاحيه من تصفيات كاس امم افريقيا. 68 دقيقه لعب، 1-0 للمنتخب التونسي، مازال متقدم على المنتخب غينيا الاستوائي. المنتخب التونسي قادر على تسجيل الاهداف باعتبار مردود متواضع لمنتخب غينيا الاستوائيه دون فرص تذكر المنتخب التونسي، مع تغييرات دخول علي معلول وكذلك برمضان. المنتخب التونسي مش يلقى اكثر نجاح على المستوى الهجوم، ان شاء الله المنتخب التونسي يكون مركز ناحيه الهجوميه، ان شاء الله يضيف الهدف الثاني. المنتخب التونسي قادر على احداث الفرق، الشوط اول 7 فرص واضحه، مع بدايه الشوط الثاني المنتخب التونسي ما يرحمش اولى الاهداف. 56 دقيقه لعب، نعيم السليتي هدف المنتخب التونسي يفتتح النتيجه. 68 36 ثانيه، 1-0 المنتخب التونسي. ترجع الكره تياسين الخنيسي، الخنيسي مازال محافظ على الكره. 1-2 برمضان، برمضان يلعب مع فرجاني ساسي، الفرجاني ساسي دور بالكره، نعيم السليتي، نعيم السليتي، علي معلول، نعيم السليتي. 1-2 ممتاز، الحكم يرجع للمخالفه، ممتاز باسيفيك يرجع للمخالفه للمنتخب الوطني التونسي، مخالفه في مكان مناسب، جي على يمين الحارس نازارو، تبعد حوالي 23 متر على يمين الحارس نزارو على الكرة. لعب المنتخب التونسي برمضان وكذلك علي معلول، حمد أمين برمضان، برمضان مشي تولى تنفيذ المخالفة أو علي معلول. في 69 دقيقة لعب، 1-0 للمنتخب التونسي أمام منتخب غينيا الاستوائية. علي معلول ينتظر إشارة الحكم، علي معلول هل يكون الثاني للمنتخب التونسي؟ علي معلول والبرة الكرة، فرصة خطيرة الفرجاني ساسي البرة، قلت هل تكون الثانية ثابتة ولا توزيع بالمقاس من علي معلول؟ الارتقاء الفضائي فرجاني ساسي أمام الشباك البرة يضيع كرة، فماش تسلل والفرجاني ساسي أمام شباك خالي يحط الكرة البرة، فرصة خطيرة للمنتخب التونسي في 70 دقيقة لعب، 1-0 للمنتخب التونسي. ترجع من جديد لروبن، كما جات الكرة في اتجاه لويس تتقص الكرة، الدفاع المنتخب التونسي من جديد، نعيم السليتي، نعيم يربح المخالفة، يربح المخالفة، ممتاز نعيم السليتي، حركي في كل الأماكن، موجود نعيم السليتي في الدفاع في وسط الميدان، على اليمين على اليسار يربح المخالفة أمام اللاعب على ما يبدو لويس في وسط الميدان، يربح المخالفة
والانذار، انذار يرفع الحكم باسيفيك تدخل من الخلف والمخالفة والانذار 71 دقيقة مخالفة للمنتخب الوطني التونسي. والمنتخب إلى حد الآن منتصر 1-0 3 نقاط، مركز أول صحبة منتخب ليبيا. لوبيز يتحصل على الانذار الثاني، هل تكون الحمراء ننتظره؟ هل أنه عنده والحمراء ورقة حمراء يتحصل على الانذار الثاني لوبيز والورقة الحمراء. يعني تقريبا لوبيز يشبه اللاعب لويس في وسط الميدان، هذاك علاش ثبتنا من رقم قميص اللاعب لوبيز يتحصل على الانذار الثاني. تقريبا لوبيز اللي ينزل في الشوط الثاني، تقريبا هذا اللاعب اللي ينزل تقزوز انذارات والورقة الحمراء ننتظره ايش يقول الحكم. ورقة حمراء 72 دقيقة لعب، كرة للمنتخب الوطني التونسي. قلت المنتخب التونسي، الانتصار يصبح في المركز الأول صاحبة المنتخب الليبي بثلاث نقاط. إن شاء الله المنتخب التونسي سجل الهدف الثاني باش يكون على الأقل في المركز الأول بالنسبة للأهداف المدفوعة أو المقبولة. يوسف المسيكني باش يدخل في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. جلال قادري يلعب الأوراق الهجومية بالنسبة للمنتخب التونسي من أجل تسجيل أكثر من هدف. المنتخب الغيني أصبح منقوص من اللعب. هذه الكرة والحارس، الحارس يأخذ الكرة نزارو أمام نادر الغندري والأنذار، الأنذار أمام الخنيسي، الأنذار الحكم ما يسامحش، أنذار ضد مهاجم المنتخب التونسي طياسين الخنيسي في 73 دقيقة لعب. واحدة بلاش للمنتخب التونسي، كرة طويلة في اتجاه ميراندا شعمل بالكرة، ميراندا أمام منتصر الطالبي علي معلول في المساندة، ممتاز علي معلول يخلق التفوق العددي. صحبة منتصر الطالبي يتفوقوا على اللاعب ميراندا وترجع الكرة للمنتخب التونسي. وكذلك سيف الدين الجزيري، تغييرات بالجملة للمدرب المنتخب التونسي. جزيري والمسكني على الخط في انتظار التغيير، ترجع الكرة للمنتخب التونسي. برمضان منتصر الطالبي، طالبي علي معلول مازال محافظ على الكرة. علي معلول يلعب مع الفرجاني ساسي برمضان من جديد ليه. علي معلول، نعيم اللاسليتي ينتظر المساندة. برمضان شو يعمل بالكرة؟ يفتح على جهة اليمنى من جديد الغندري، من جديد كرة للمنتخب التونسي، كرة قصيرة بالنسبة للمنتخب التونسي في مناطق غينيا الاستوائية. برمضان أو فرجاني ساسي، فرجاني علي معلول تتقص الكرة من الدفاع من جديد، الهجوم المعاكس ترجع لمنتخب غينيا. يربح المخالفة والإنذار، الإنذار ضد الفرجاني ساسي على المدافع روبن. وزوز تغييرات بالنسبة للمنتخب التونسي، يوسف المسكني رقم 7 مكان الفرجاني على ما يبدو اللي خرج، وبشعتي الشرط القيادة ليوسف المسكني. فرجاني يخرج، يدخل يوسف المسكني في انتظار السيف الجزيري باش ياخذ مكانه في انتظار خروج من بالنسبة للاعبي المنتخب التونسي. حنا بعل المجبري او طه ياسين الخنيسي، ننتظروا شكون حنا بعل وطه ياسين الخنيسي اللي يخرجوا. فرجاني يبقى لكنه عطال إشارة القيادة لفرجاني ليوسف المسكني. يعني حنا بعل المجبري يخرج، وكذلك طه ياسين الخنيسي يدخل سيف الدين الجزيري ويوسف المسكني فيما تبقى من المباراة، تقريبا 15 دقيقة على نهاية المباراة. وهدف لصفر المنتخب التونسي. حذاري من الهجومات المعاكسة، ياخذ الكرة البرة ما يتحصلش عليه اللاعب ناستور، ترجع ضربة مرمى للمنتخب التونسي. هدف مقابل صفر، سوء الترويض يخرج الكرة، ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. بشير بن سعيد يلعب بسرعة، ترجع الكرة للمنتخب التونسي. منتصر الطالبي من جديد، نادر الغندري، ترجع من جديد للمنتخب التونسي. علي معلول
من جديد المنتخب التونسي ممتاز على الجهه اليمنى نعيم السليتي. نعيم السليتي علي يا جول جول هدف الثاني سيف الدين الجزيري ممتاز جدا علي العابدي اللي تحول على الجهه اليمنى توغل يوزع على المستوى كامل الثاني سيف الدين الجزيري اول لمس للكره يسكنها في شباك الحارس نزارو اللي هاي الاعاده ممتاز جدا يوزع تسديده راسيه يكتفي بالمشاهده يكتفي بالمشاهده نزارو بوم هدف ثاني ممتاز من لاعب المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري هاي الاعاده والهدف ولا اروع اثنين بلاش للمنتخب التونسي قادر المنتخب التونسي على احداث الفرق سيف الدين الجزيري يقول انا موجود اول لمس بالكره اثنين بلاش للمنتخب التونسي امام منتخب غينيا الاستوائيه ترجع الكره للمنتخب التونسي والحصيله مرشحه للتثليث وربما للتربيع ان شاء الله المنتخب التونسي ثلثها قبل مازال 12 دقيقه او 13 دقيقه على نهايه المباراه والكره للمنتخب التونسي حذاري ونادر الغندري صلح نادر الغندري صلح ممتاز نادر الغندري يصلح ترجع الكره للمنتخب غينيا الاستوائيه روبن ترجع للمنتخب غينيا نادر الغندري ويربح ضربة مرمى للمنتخب التونسي ممتاز نادر الغندري تغطية بالكرة قراءة سليمة هاي الإعادة يعمل التغطية بنية جسدية ممتازة جدا من اللاعب المنتخب التونسي أمام اللاعب رقم 18 جيان جوزي ضربة مرمى 78 دقيقة اثنين بلاش للمنتخب التونسي امام منتخب غينيا الاستوائي ترجع الكره تماس للمنتخب التونسي قلت بعد خروج محمد دراجر علي العابدي يصبح هو على الجهه اليمنى او الصعود بالكره يوزع سيف الدين الجزيري يضيف الهدف الثاني للمنتخب التونسي ترجع لجوزي جوزي محافظ على الكره امام زوز لاعبين ترجع للمنتخب التونسي عيسى العيدوني ممتاز عيسى العيدوني في وسط الميدان عيسى العيدوني يلعب لعلي العابدي علي العابدي يصبح على الجهه اليمنى علي العابدي لكن يخسر الكره تماس لصالح غينيا الاستوائيه ترجع من جديد للمنتخب الغيني مازال محافظ على الكره لويس حذاري وتمشي للحارس بشير بن سعيد قبل 11 دقيقه على نهايه المباراه اثنين بلاش للمنتخب التونسي علي معلول واحدة اثنين برمضان او فرجاني سيسي برمضان يبدل اتجاه الكرة لليمين ممتاز نعيم السليتي يلا نعيم شام بالكرة نعيم السليتي وفرصة هدف الثالث جول هدف الثالث ممتاز ممتاز جدا يوسف المساكني قلت المنتخب التونسي قادر على تثليث النتيجة يوسف المساكني يثلث النتيجة الأهداف تجي من البنك كوتشينج رائع من جلال القادري والإضافة من بنك بدلاء المنتخب جزيري يسجل الهدف الثاني يوسف المساكني يثلث النتيجة هذه الإعادة بوم الهدف الثالث ممتاز التسديدة هدف ثالث ولا أروع ثلاثة بلاش للمنتخب التونسي أمام منتخب غينيا الاستوائية واللاعب يوسف المساكني يثلث النتيجة 3-0 المنتخب التونسي قادر على تسجيل مزيد من الأهداف قلت شوط أول 7 فرص ضائعة منتخب التونسي 3 فرص 3 أهداف 10 دقائق على نهاية المباراة بالضبط عبد الله 3-0 اللي فات المنتخب الوطني التونسي في 80 دقيقة لعب تغييرات اليوم اللي قام بها الناخب الوطني جلال القادري يوسف المساكني مكان الفرجاني سيسي سيف الدين الجزيري مكان طه ياسين الخنيسي اليوم سعلي وكأنه التغييرات يعني اعطت اكلها اللي كان قام بها يعني المدرب الوطني لانه الهدف الثاني كان سجله سيف الدين الجزيري اللي كان يعني متمركز في المكان المناسب ويوسف المساكني اللي سجل الهدف الثالث وكانها اختيارات صائبه بالنسبه للناخب الوطني. الاختيارات صائبه في التغييرات ومعناها الجزيري من اول لمسه حسن تمركز
يعني ما نكذبش عليك راه ما تغير شيء بالنسبه للتوزيعات. تونس معناها ما حتى للدقيقه معناها 60 و70 كانت تخلق في الفرص، لكن ما فيش تجسيم. مشكله التجسيم وقت اللي هبط اللاعب اللي مش يجسم مع اول كره ما سجل وفرص. يعني نحن كي قلنا معناها مع كامل حبنا للاعبين قلنا الخنيسي اليوم ما كانش متمركز، ما كانش موجود، كان ابسون في كل التوزيعات، في كل الواحد كره برا كره ثابته كره، كان غايب مش بين ما كانش متمركز، لم يتاقلم مع المجموعه. الجزيري متعود عليهم في اول لمسه تمركز سليم لمساكني كيف كيف التمركز سليم يسجل هدف الثاني. السليتي تحرك، الكل تحرك التو تحس بها. يعني 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 فما وظهرت المستوى المتدني بتاع الفريق غينيا ليه. احنا من البريميتون اقوى منه، لكن ما تنجمش نقول اقوى منه، لكن ما جسمناش الفرص اللي ما نجمش نقول اقوى منه لما نسجل اهداف. توا كي سجلنا ارتحنا، حتى الجمهور ولا المحلل ولا اللاعب يقولك توا انا احسن منه. اما من الاول خليتنا في الشك، راه لما تسجلش اهداف وما تجسمش السيطره نتاعك الى اهداف ما تنجمش تقول انا الاقوى او انا الاجدر. اللعبه كل فيها اهداف. توا كي سجلنا 3 اهداف بريحيه راه بالاهداف سجلناها، ماناش مغسورين. النقص اللي ماكينه هذاك اللي خلانا نقبل اكثر فعلا معنوي يكون اخر منه فعلا. توا فما حاجه مهمه جدا، توا ملاحظه لازم الفريق يواصل يلعب على مستوى هو، ما يلعبش على مستوى الخاص كيما بديت اول التحليل. الحاجه الثانيه فما بوكو دو ديشي تكنيك، فما برشا حاجات فنيه زايده، فما برشا لازم ننظفوا رواحنا، لازم نحسن مع تكنيك كومبيتيتيف على بيرفكسيون. يزيني من حاجاتك الزايده والكرات الزايده وكرات الادفيرسير، لازم نعرف نستغل ونعرف ان ننظف اللعب نتاعي وتكون الهجمه نتاعي واضحه، ومعناها وتكون معناها توجع توصل للاخر وتوجع. فهمتني؟ ونقسم الديشي تكنيك ونقسم الباس. ولو انه نتوقع انه فما اهداف اخرى جايه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي على اللعب والستيل دو جو اللي قاعدين نشوفوه فيه توا بالنسبه للمنتخب اللي تبدل تقريبا كومبليتمون بعد التغييرات اللي قام بها. ماني هذا هي الملاحظه انا قلت لك لازم نلعب على مستوايا، ما لازمش ناقف. هذا هو. ما لازمش قلت سجلت 3 ناقف، لازم نلعب ديما ونخلي الريتم نتاعي يطلع، نخلي ديما كور باسوندونت، ما نقعدش اماركي 3 جنيه نرتاح. عقليه خايبه برشا برشا. نحن توا راو توا في الكره العصريه باش تلعب مونديال وباش تلعب كاس افريقيا، الكل راو سور لو بلون مونتال، الكل ذهني، الكل ما يتشكل على مستوى الذهني، ملاحظاتك وخدمتك وعقليتك ولعبك. اذا انا مش نعمل رولاشمون مونتال دونك رجعت للبدايه، رجعت للهوات، ما عادش بروفيسيوناليزم. بالضبط هذا. وخليني نذكر العباد اللي مازالوا يلتحقوا بينا بالنتيجه، النتيجه 3-4 قلنا الرابع للمنتخب التونسي، وكانه حسين مستجيب له يوسف المساكني والهدف الرابع. هذا هو دونك الهدف الرابع ليوسف المساكني، 4-0 بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نذكره عبد الله بعجاله لمن التحق بنا من جديد، التغييرات اللي قام بها الناخب الوطني محمد امين بن رمضان وفي مكان فراس بالعربي، علي معلول مكان محمد دراجر، كيف سيف الدين الجزيري اللي كان سجل الهدف الثاني مكان طه ياسين الخنيسي، وصاحب الهدفين يوسف المساكني اللي كان نزل مكان الفرجاني ساسي. النتيجه 4-0 لفائته المنتخب الوطني التونسي. انا قلت في البدايه وجوه الربح لانه حاضر بحثنا لهنا في البلاتو ظهر اكتشافه، وبالنسبه لنا احنا اكتشافه ممكن ياسر يكون انتداب لقسم الرياضه لاذاعه الحياه فام بليل الدريدي اللي كان عطى نتيجه لمحال انا وياه ترهنا على النتائج. انا قلت هدف مقابل صفر، هو قال 2-0، لكن في النهايه نتيجه ايجابيه. تفضل سيدي قل. فما ملاحظه فنيه لمركز اهداف، أيوة. يلعب في مكان ومركز الخميسي بالضبط، يعرفوني يعرفوني يعرفوا المركز بالضبط. هذا هو اللي قلناه، هذا هو احنا ما 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 حاولناش نعتدي معناها ولا حاول نظلم الشخص. نحكيو في قراءه فنيه، احنا فنيه مخذاه مكان الخميسي ولعب بوان بوانت مكان الخميسي، سجل 2 اهداف في دقيقه في 5 دقائق بالضبط. هذا هو. يلا عبد الله خلينا نكملوا معك ما تبقى من الزمن. المباراه 85 دقيقه لعب، النتيجه ما زالت 4-0 لفائده المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله يجي الهدف الخامس تقريبا قبل
خمسة دقائق على نهاية المباراة، أربعة أهداف مقابل صفر، والمنتخب التونسي قاعد يهاجم. المنتخب التونسي قادر على تسجيل الهدف الخامس، لما لا في المباراة، أربعة أهداف مقابل صفر في شوط ثاني. المنتخب التونسي أكثر نجاعة، المنتخب التونسي تغييرات ناجحة، يوسف المساكني سجل زوز أهداف، يعني شوط ثاني تغييرات من بنك البدلاء، ثلاثة أهداف تسجلوا من البنك، وهذا تغيير منتظر للمنتخب الوطني التونسي رقم 21 على ما يبدو، اللاعب الجديد الظهير الأيمن للمنتخب التونسي. هذه كرة فماش تسلل للمنتخب التونسي، نعيم السليتي، نعيم السليتي، الهجوم للمنتخب التونسي، نعيم السليتي، اوه الدفاع، مازال كرة للمنتخب التونسي والدفاع، والحارس ياخذ الكرة، فرصة الهدف الخامس والتسلل، تسلل ضد خط هجوم المنتخب التونسي، وهذا تغيير بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. هذه الإعادة، والمنتخب التونسي كاد أن يضيف الهدف الخامس. انتظروا التغيير قبل أربعة أو ثلاثة دقائق على نهاية المباراة دون احتساب الوقت الإضافي، يخرج نعيم السليتي سحب الهدف الأول، ننتظروا دخول اللاعب المنتخب الوطني التونسي الظهير الأيمن الياس العاشوري. هذه الإعادة للهدف نعيم السليتي، والياس العاشوري الظهير الأيمن أول ظهور لي مع المنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة للحارس المنتخب غينيا الاستوائية، هل المنتخب التونسي يتمكن من تسجيل خماسية في شباك غينيا؟ ننتظروا قبل نهاية المباراة. ترجع الكرة لمساكني من جديد، فرجاني ساسي برمضان من جديد، نادر الغندري أول لمس للكرة، الياس العاشوري، الياس أو علي العابدي، برمضان، ننتظروا اللمسة الأولى للاعب الظهير الأيمن للمنتخب التونسي، فرجاني ساسي من جديد، علي العابدي أو علي معلول من جديد، ترجع لبرمضان، فمش تسلل، يلا الخامس، يلا فرصة والخامس يضيع، العاشوري يضيع الهدف الخامس، فرصة العاشوري من الباب الكبير، كان يدخل من الباب الكبير، فرصة خطيرة وجه لوجه، الياس العاشوري يضيع فرصة الهدف الخامس، ممتاز جست تكنيك رائع، لكن الحارس يتصدى، فرصة الهدف الخامس للمنتخب التونسي. قلت المنتخب قادر على تسجيل الهدف الخامس تقريبا دقيقتين على نهاية المباراة. ترجع الكرة للمنتخب غينيا الاستوائية أمام علي معلول، يوزع، ترجع الكرة للمنتخب التونسي، ترويض بالصدر من علي العابدي، ترجع الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي، جزيري مازال محافظ على الكرة للجزيري، والحكم يواصل اللعب، ترجع الكرة للمنتخب غينيا الاستوائية، أربع أهداف مقابل صفر تقريبا قبل دقيقة على نهاية المباراة دون احتساب الوقت الإضافي، الهجوم المعاكس للمنتخب غينيا الاستوائية، يوزع، ترجع تماس لصالح المنتخب الغيني، أربع أهداف مقابل صفر، ترجع الكرة من جديد لجوزي يرجع وسط الميدان، يبولا للدفاع، ندونغ من جديد لخافير أكبو، مارتينيز ترجع من جديد للمنتخب الغيني، كرات قصيرة بل أقل من دقيقة على نهاية المباراة، يبدل من اليسار لليمين، هجوم للمنتخب الغيني، ينتظر الموساندة، يوزع المستوى القائم الثاني، ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، ترجع للمنتخب الغيني للعب رقم أربعة، بيكورو يسدد كرة البرة، ضربة مرمى للمنتخب التونسي. دخلنا للدقيقة، زالوا 6 ثواني على الدقيقة 90 دون احتساب الوقت الإضافي، أربع أهداف مقابل صفر للمنتخب التونسي، يعني مباراة كانت تكون على الأقل 6 أو 7 أهداف في المباراة، أربع أهداف مقابل صفر. ننتظروا الحكم قداش باش يضيف كوقت بديل، باسيفيك 4 مقابل صفر، جاوزنا الوقت الإضافي ب 15 ثانية، فرجاني ساسي، حكم ننتظروا قداش باش يضيف، ثلاثة دقائق وقت بديل، أربع أهداف مقابل صفر، وترجع الكرة للمنتخب التونسي في وسط الميدان من جديد، فرجاني ساسي مازال محافظ على الكرة، فرجاني ساسي يلعب مع من جديد، فماش تسلل وما فهموش زميله
وترجع كما جيت من الدفاع ترجع للمنتخب التونسي تماس يمشي لها الظهير الأيمن للمنتخب التونسي كرة قصيرة من جديد للمنتخب التونسي كرة قصيرة زالوا دقيقتين على نهاية المباراة فرجاني ساسي ينتظر المساندة يلعب مع العاشوري من جديد علي العابدي من جديد الياس برمضان عيدوني برمضان من جديد كرة قصيرة المنتخب التونسي علي العابدي العاشوري يأخذ كرة من جديد عيسى العيدوني كرة قصيرة تقريبا 18 لمسة المنتخب التونسي الهجوم فماش تسلل يلا هجوم للمنتخب التونسي وترجع من جديد المنتخب التونسي الهجوم المعاكس علي العابدي لمسكني مازال محافظ على الكرة علي العابدي من جديد معلول فرجاني ساسي ينتظر الموساند الفرجاني ساسي يلعب سيف الدين الجزيري من جديد الكرة منتصر الطالبي عيسى العيدوني كرة قصيرة المنتخب التونسي تقريبا دقيقة على نهاية المباراة برمضان من جديد يوزع المستوقع من الثاني والكرة تمر ما بين المهاجمين تماس للمنتخب الغيني تقريبا 50 ثانية على نهاية المباراة 4-0 للمنتخب التونسي أمام المنتخب الغيني ترجع الكرة للمنتخب التونسي بل 30 ثانية على نهاية المباراة كرة الهجوم للمنتخب الغيني ترجع للمنتخب التونسي علي العابدي يربح التماس علي العابدي بل 25 ثانية على نهاية المباراة 25 ثانية على نهاية المباراة 4-0 مقابل 0 العاشوري ياس العاشوري وتتقص الكرة للمنتخب الغيني ننتظر الحكم 18 ثانية على نهاية المباراة المنتخب الغيني زير محافظ على الكرة 6 ثواني ونهاية المباراة بانتصار المنتخب التونسي على المنتخب غينيا الاستوائية 4-0 مقابل 0 بالضبط عبد الله نهاية المباراة 4-0 لفائدة المنتخب الوطني التونسي اكيد بعد شوية مش يكون عندنا قراءة فنية في المباراة لأنه دخلوا وجوه الربح زاد كيف من قسم الأخبار حسين النبتي بعد شوية في نشرة الأخبار ونرجع معك سعلي أكيد في قراءة فنية على مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا مبروك لكل التونسيات والتونسيين بهذا الانتصار 4-0 مازلنا مواصلين معكم المشوار في هذه الأمسية الرياضية نتيجة النهائية لمباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا 4-0 لفائدة المنتخب الوطني التونسي رباعية نظيفة لفائدة نسور قرطاج الجولة الافتتاحية كانت يعني متميزة خلينا نقول بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد شوية مش يحضر معنا عبر الهاتف في مافيولا التحكيم سي شكري سعد الله لكني خلينا نبدأ معك انت سعلي خليل قراءتك كاملة في علاقة بمباراة اليوم 90 دقيقة لعب 4-0 لفائدة المنتخب الوطني التونسي الاختيارات الفنية والتغييرات اللي قام بهم الناخب الوطني والتشكيلة اللي كان انزل بها منذ البداية شوف بالنسبة للمباراة والنتيجة متاع المباراة نتيجة جيدة لكن المستوى متوسط جدا عشان نبداو واضحين مش 4 أهداف ونبداو نتغروا لعبنا مباراة كبيرة وفايزين لا 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 اللي ساقينا على الأرض فاهمين رواحنا مباراة فنيا متوسطة جدا يعني عدينا شوطين شوط أول كان شوط سلبي فيه الفرص وفيه وصلنا ولكن الفرص غير واضحة ولم تسجل حتى هدف لم تترجم إلى أهداف الشوط الثاني فما شوية إصلاحات دخلنا دخلة باهية صحيح جسمنا الفرص متاعنا وسجلنا أهداف التشكيلة ربما التشكيلة الكلام برشا في التشكيلة ربما الشوط الثاني يفضح كونه التشكيلة هذه كما هي التشكيل الأساسي التشكيل الأساسية كانت تكون مغايرة التشكيل الأساسية كانت تكون معلول لازم يكون موجود أساسي أنت كل مباراة هامة جدا وتلوج على
التشكيل الأساسية كان الجزيري أكيد يكون أساسي من بداية المباراة، خاصة أنه طه ياسين الخنيسي حقيقة يعني ما هوش باين في المباراة، ما قدمش، ما هوش في مستواه، ما هوش في مستواه وما قدمش وما عطاش إضافة وما كانش متمركز وما كانش في المكان المناسب. يعني الجزيري أول ما دخل في مركز وسجل الهدف من لمسة الأولى، ثم لما المساكن يتخلق خذا مكان معناها مكان هو مكان الخنيسي في ولا اون بوينت وسجل هدفين، والخنيسي لعب 70 75 دقيقه وما جابش حتى فرصه وما لمسش كره وما جابش خطر وما وجعش وما عمل حتى شيء. فمش هذيك التشكيل الاساسيه اللي لازم ندخلوا بها، ومش معقول زاد انا ما نعرفش التشكيل الاساسيه نتاعي، يلزمني انا كفني نعرف احسن لاعبين عندي ونعرف احسن تشكيله من البدايه. ناخذ باي من الاول، خلينا وما نقولوش يا عملنا ان بون كوتشينغ، علاش ما نقولش لازم عمل ان بون شوا من الاول نتاع التشكيله قبل نقول عمل ان بون كوتشينغ وجاب اي صحيح عمل ان بون كوتشينغ اي، لكن شبيه مش من الاول هذاك، شبيه مش الجزيري من الاول، شبيه مش معلول من الاول. فما حاجات لازم معناها نعاود النظر فيها. على العموم نحن مالو إلا مشوار طويل، بالضبط مالو إلا هذه بداية مشوار تاع كأس إفريقيا، مازالت عندنا مباراة، لكن أنا ديما شنقول نقول راو مباراة هذه كأس إفريقيا هذه ممتازة جدا وفي وقتها المناسب، هذه كلها تحضيرات لكأس العالم بالضبط، تو هذه تحت دي فري كومبيتيسيون دي فري ماتش أوفيسيال، مش يحضروا كأس، ما تلقاش حاجة أحسن من هكا. ولذلك يزمنا نعرف تو مثلا شفت اليوم مثلا الحاجه الناجحه جدا في اليوم في المنتخب هي وجود الغندري والطالبي، ما عادش فما استدعاء وتخمم باش تغير، بالضبط اليوم اصبح الغندري ماخذ مكانه، غدوه لو كنت بدلني الغندري يقول لك سامحني راك خارج الموضوع، اليوم لازم تحل عندك بن سعيد الغندري الطالبي اساسيه واضحين، دراجن كيف دراجر معناها بدا يقنع، معلول معناها سيد الموقف على الجهه اليسار، البيفوات العدودي ممتاز جدا، العدودي اصبح فيكس، الصخيري غدوه يدخل معناها ما فماش صغير لا جدال معه، العدودي والصخيري يقعد على الفرجان الساسي، يقعد مع الطالبي، يقعد مع بن رمضان، يقعد مع الشعلاني، يقعد مع اللي مش يجيبهم اخرين، فهذوما الكل معناها ماشي يكونوا الثالث اذا لعبنا بثلاثه بيفوات. وممكن راهو مش عيب، يعني نقولها لك يا جلال القادري مش تدخل كاس العالم، راهو مش عيب باش تلعب باربع بيفوات، تلعب باربع بيفوات خاطر حنا بعد ولا اسمه العالم عندهم نزع بيفوات، لكن عندهم نزع هجوميه بالضبط، يسوفي باش تعرف يتمركزوا تمركز سليم، البلوك دو ترانزيسيون يكون معناها اون افون وبيان بلاسي، مهم جدا، اهم من الصبغه نتاع اللاعبين. يعني انت مش تجيك مباريات كيما قبل مسيور جي لو مير، مسيور جي لو مير دخلنا نلعبوا باربعه بيفوات مش عيب، شكون كان يماركي مع جي لو مير؟ جاور المناني ماركي، الغضبان يماركي، البوزيزي، البيفوات اللي تماركي، البيفوات موجودين على اليمين، موجودين في اليسار، موجودين القدام، موجودين التالي، موجودين في كل مكان، مش عيب. يعني نعرف من شخصيتك كفريق لازم تعرف امكانياتك، مش تلعب مع فرنسا مش عيب من توا، ما تحشمش هذيك مواجهه ان بون، اش معناها مش نلعب ماتش كوره، لازم تعرف تكنتر لادفيرسير، لازمك تعرف تطلع نتيجه طيبه، لازمك تلعب ماتش بلان، لازمك تلعب معناها تتوظف اللاعبينك بشكل جيد، فهمتني؟ وخاصة تحافظ على نفس الافكتيف هذا اللي عندك توا ونفس الشيماء اللي بديت تخدم به. يلزمك انت توا تفهم روحك وتفهمنا نحن بالضبط وتكون عندك توليفه واضحه. خاطر راهو وش نقول لك كأس العالم يختلف على كأس افريقيا. كأس العالم لو نيفو مرتفع جدا. المستوى عالي جدا. انت غادي راك مش تربح ماتشوات ومش طالب باش تربح. راهو وش نقول كأس العالم اوبجيكتيف توا مثلا كان نجي نقول لك شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك؟ مش تلعب ثلاثة ماتشات، شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك بالضبط؟ نجم تعطيني اوبجيكتيف دو جو مش تلعب في الماتشات نتاعك تاع كل ماتش. اعطيني مثلا انت اعطيني اوبجيكتيف تلعب كونت فرنسا شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك؟ مش تربحها تضحك على روحك، مش تخسر تضحك على روحك. دونك الاوبجيكتيف هنا انا مثلا كفني انا نجي نخدم ونختار لاعبين
ونختار تمركز ونختار انشيما مع 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 وان اوبجيكتيف ما نقبلش هدف مثلا عدم قبول هدف من مركيش اما تقبل لي ما نقبلش من الحكمه كون ما تقبلش هدف وصعب جدا باش ما تقبلش هدف تلعب مع لي غرون مع جوار دو مون لي غرون اتاكون دو مون انت كي ما تقبلش هدف عملت انجاز كبير راو به سعلي خلينا معانا عبر الهاتف سي شكري سعد الله في مافيولا التحكيم سي شكري اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم ومرحبا مستمعين الحياة فيها مرحبا اخويا علي مرحبا بالاولاد الكل سهرية ممتازة مبروك الفريق الوطني على الربح هذا الممتاز جاء في وقته في اول مقابلة اربعة بلاش نتيجة مطمئنة نمشيو لبوتسوانا ان شاء الله معنا مرتاحين الحكم ماذا مازال كيشارك في كاس افريقيا دارير مون في من بوراندي هو اسمه باسيتي اليوم كان معناه زفر ما كان يخلط ما بين التقييم وفي المخالفات كان برشا ساعات يزفر في خطا غير موجود والخطا الموجود ما يزفروش كما مثلا في لمس الكره مسك دراجن معنا شد الاخر من القميص نتاعو وزفر لدراجن كوكوفرو معنا عدم تقييمه للاخطاء معنا خليته قداش من مره يقع في المحظور لقطه اللقاء في هما لقطتين لقطه في الشوط الاول هو المساعد الاول اللي رفع الرايه وفي وجود تسلل وهو مش موجود ومعناه وحرم المنتخب التونسي يمكن من هدف وهنا كان جاء الفار ويكون يقول لك يتربص شويه ويكمل اللقطه وبعد كان سجل هدف يرجع للفار كان ما تسجلش فهمت لازم ياخذ قرار اللقطه الثانيه اللي هي اللي تسجل فيها الهدف الاول ايوه واللي هي تدخل في خانه معناها قانون 13 الخطا المباشر والغير المباشر يقول لك القانون يقول لك تصبح الكره في اللعب في حاله تركلها وتحركها بوضوح واضح معناها تتمس وتركل تولي في امتلاف في اللعب هنا الحكم قام بخطا خاطر وقت الاخر حط عليها ثقية هكا ومشى ولا في اللعب يجي الاخر وش كيما موجوده وسيدي علي حذاكم تو ولاو يفنوا في حتى في اللي كورنير يجي في كورنير يعملها بس يجي الاخر يسنطرها ولات ناس تقراها قرايه هنا الحكم قام بخطا كبير ياسر يعني الغاء الهدف ها وش يقول لك القانون واضح القانون 13 يقول واضح يقول لك تصبح الكره في اللعب في حاله تركلها وتحركها بوضوح هو مسها هكا والاخر جا شاط بالضبط هو الحكم ماشي في باله اللي الراكل اللي هو شو اسمه سليتي هو هو اللي معناه قام معناه مسها مرتين يعني هو هدف يعني هو هدف صحيح وقع الغاءه من قبل الهدف من قبل الحكم اللي عدم معناه هو كان جاي معناه التمركز نتاعو صحيح راهو احتسبوا الهدف بالضبط واضح بالنسبة للكارتون جون الثانية وخروج لاعب المنتخب غينيا يعني نورمالمون قرار في محله نتصور اي في محله لا ما الحقيقة في محله هو في الكروت اللي اعطاها كلها تستحق معناها فما تهور فما فهمت كلام مزايد فما معناها كلام معناها نقاشات حادة والأكثرية اعطاها في معناها في التهور في اللعب كلها اعطاها في اللعب واضح سي شكري ما عرفش اذا كان لخيان بحذايا لنا يحبوا يتفاعلوا معاك في بعض النقاط سي علي والا عبد الله في علاقه بالتحكيم بالنسبه لمباراه اليوم ايوه سي علي شكري قداش تعطيه على 10 الحكم سي مساء النور مساء الخير سي علي هو توا العادي ياخذ 8 عادي باه هو السيد هذا اليوم قام ما عمل شي حاجه هو مثلا عمل خطا فني لكن اخذل يا ريت الخطا الفني مع الريزلتا هذه ما عادش ياخذوا بعين الاعتبار لكن او نيفو دو لاكاف كي يحطوا السي في كيما هكا مش يرتاح مش يتعاقب واضح خاطر اذا تعمل خطا كيما ذا وظهر هو لك التلفزه اللي هو معناها يتمركز في جرو معناها كان جات لقطه في وسط اللعب ما اما يجيب هدف يولي فيه سينوجين
وليرجعوا للقطه ويشوفوا الهدف الابيض لمست هي وقع لمسها المره الاولى من طرف اللاعب نتاع الفريق الوطني وبعد جاء الاخر وشاطها. اذا ثبتت هذوما معناها الركل اللمس والركل حاله الركل وتحركها معناها تولي الكره في اللاعب وبالتالي معناها حرم الفريق الوطني من هدف. اي لهنسي شكري خلينا نتفاعل معك بخصوص العمليه نتاع الهدف الابيض اللي كان سجل بعد عمليه ركل الكره ولمسها من اللاعب الاولاني قبل قبل نعيم سليتي لهنا. يظهر الحكم مش مطالب انه يكون كما قلت لهنسي شكري ملم بالتفاصيل العمليه ويكون شافها بكل دقه ولا وضوح. لهنا يظهر حتى بالمنطق بركه يتصور انه ما دام لعب عليها جوار الاولاني اكيد ينجم يكون كان مسح. هنا يكون راهو الحكم لازم يكون فطني، لازم يكون يقرا الشقيقه والرقيقه قبل ما واحد يقول في الخطا كما كيكا وجا في معناه تريب ال 18 متر، لازم يكون فهمت ليه هو معناه يعرف باش مش يقع ويحط في باله واش مش هي كيما نحن كيشدوا نحن مقابله وقول زعما كي تتشاط مثلا مساعد مثلا وقول مثلا النمره 8 ذاك تو عندي انا في موقع تسلل هكا نبدا نحكي لروحي ونمره 10 كان يدخل من تالي نولي ما نهزش عليه نهز هكا يبدا القراءات نتاعو يبدا يقرا هكا كيما سيدي علي حذاك يبدا يقرا المنافس باش يعمل له زي الشوط الثاني المهاجم كيش باش يولي بدل له البوست نتاعو الدراير خرجوا غادي رجع هنا هو يقرا قراءات الكل اللي يلزم يتحذر. علاش يقول لك حذر مقابلته؟ يحذر مقابلته ويلزم في المقابله يزيد يحذر الاخطاء. معناها الخطا هذا مش يكون زعما ضربه جزاء زعما تكون يلزم يتحول لها هكا باش نراها، يلزمني نتمركز فهمت انا باش نراها الخطا هذا. تو مثلا كيما خطا نتاع مسك القميص من طرف دراجن وزيد تعطي لدراجن معناها الخطا اللي له هو سامحني في الكلمه معناها مش حكم. واضح سي شكري سعد الله يعطيك الصحه سيدي على كل هذه المعطيات. مشكور شكري سعد الله في مافيولا التحكيم لمباراه اليوم مباراه المنتخب الوطني التونسي ومنتخب غينيا. عبد الله تنتظر فينا اكيد مباراه زاده مهمه نهار الجمعه امام بوتسوانا ان شاء الله ماضي ساعتين اكيد نتيجه مهمه بالنسبه لنا احنا باش خلينا انا نخدموا في انا باش نكونوا حاضرين يعني ونكونوا مرتاحين نوعا ما في مباراه نهار الاحد كما قلت ماضي ساعتين ضد منتخب بوتسوانا. مرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني التونسي ولأنه مش نرجع معك أنت سي علي خليل في علاقة بمباراة نهار الأحد لأنه تتصور اليوم جلال القادري باش يهبط بنفس التشكيلة الأساسية اللي هبط بها في مباراة اليوم وإلا فما بعض التغييرات اللي باش يقوم بها. لا أكيد مش يقوم بتغييرات أكيد اليوم الشوط الثاني كشف أما الأمحة متاع التشكيلة الأساسية وربما أنا نعتقد كونه 99% مش الشوط الثاني مش تكون هي التشكيل الاساسي. بينما انت انا نحب نتكلم على حاجه خاطر فما حاجات تو مش تسمع في الصحافه ومش تسمع في برشا التعليقات. اذا نحاولوا ان نتناقشوا توا لوم دو ماتش شكون رجل المباراه اليوم رجل المباراه اللي شكرناه في الشوط الاول عمل كل شيء وقلنا كان ناجح على اليمين كان ناجح على اليسار. اللوم دو ماتش اللي جاب لنا البونت واللي حررنا اللي خرجنا من المشكل اللي خرجنا من المأزق اللي انا وقت اللي ناقص ان بوفي دوكسيجين هو اللي اعطاني البونت وبس حررني. ما لازم ما نتكلموا على السليتي اليوم. السليتي قام مباراة ممتازة جدا، قام مباراة كبيرة برشا من الشوط الاول يلعب يجري ماركي باسي يعمل وفقوا ربي وسجل هدف وحررنا وزاد معناها يعاون برشا اصحابه. برافو عليك معناها سليتي برافو. نتصور انا سليتي توا اصبح مكان واضح جدا 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 فهمتني. الجزيري اصبح واضح جدا جدا. الطالبي كذلك ما نقولوش ما قدمش مباراه، قدم مباراه طيبه جدا في الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني. نحن استغربنا من خروجه. شوف المساكني حسن التمركز بالنسبه للمساكني. المساكني يلزم نفهموا حاجه توا حتى المدرب في التصريحات نتاعو يقول معناها المساكني كان راجع من اصابه وما كانش كذا معناها مش حاضر لياقه. راهو المدرب يبدا ما يحطك في برنامجه الا ما تكون لياقه نتاعك جيده جدا، الا ما تكون تشارك في افتكاك الكوره. اذا ما عاونتنيش في البلوك دو ريكوبيراسيون مش تلعب في كاس العالم. راهو 11 لاعب ومعاهم الجمهور مش يعرفوا يفكوا في الكوره سينو ما تعمل شيء. 11 لاعب ومعاهم 12 مليون تونسي لازم يشاركوا في الكوره. مش تقول لي هذا ما يشاركش
وهذا قاعد يتفرج وهذا قاعد واقف وهذا ما يرجعش وهذا مش فاصلو لبال ونقول لك ما يلزمش. ولذلك المساكني من توا ما تعملوش عليه في كاس العالم في ربع ساعة في أربعة دراج أما مش هو اللي مش يهزك ويجيبك كيما اليوم العب في هما ناقصين العب بأريحية تاك تفزز بونتو بالضبط اني مش دلقاه لي كونديسيون هذيا في كاس العالم بيان سور من بعد ما تشوت الصعاب تاع كاس افريقيا مش دلقاه لي كونديسيون هذيا دونك نحن نخدموا على 90% من لي كونديسيون مش دلقاه بالضبط فهمت واضح 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 سي علي نعيم السليتي الاستوديو مايسترو الاستوديو والمهاجم في الاستوديو والمدافع في الاستوديو واللي مش يقع انتدابه في قسم الرياضه ان شاء الله على قريب على شلي بلال دريدي سيدي شنو وريت المباراه بالنسبه لليوم نكتب نحب نحكي بخصوص الاوراق الصفر اللي مجانيه تقريبا خذينا كمنتخب تونسي ما كانش فما كونتاكت يستاهل باش نعمل الغلط نتاعنا بعد المجبري والم بعدها الخنيسي يظهر لي معناتها اذا كان في كومبيتيسيون اخرى في طرح اخر ينجم يصعب عليا ماتش ونجم نلقى روحي نحسب في ثلاثه طراح اذا كان باش ياخذ لي جوار فرقه صفراء والبارتي الثاني ولي صفراء اخرى ولي مهدد بالطرد من البارتي الثالثه لهنا كيف كيف النقطه اللي حاب نسال فيها يلا ندرا وصلنا اليوم عرفنا الحارس الاساسي بتاع المنتخب والا لا مازلنا كل دعوه نلقاو ثلاثه من الناس وغارديان اوفيسيال بين قوسين معناتها مازلنا لو جوع تشكيل لحد يعني ممكن لقينا عرصه في الدفاع ولا زوز في الوسط لقينا على شكون بني اليوم كيف كيف الفرجاني سيسي كان حاضر على الاقل في الشوط الثاني لا احكي ولا هنا على العقليه حكيت عليها سي علي في الافتتاك في الافتكاك والريكوبيراسيون دو بال فما الخنيسي في وقت ما لقات في ال 40 دقيقه ولا ال 5 دقائق الاخرانيين في الشوط الاولاني كان رجع حتى للدفاع ولعب معنا باش منعنا من كوره خطيره يظهر لي التوجه هذا لازم يكون عام في الفريق ما فماش مهاجم وما فماش مدافع يلزم البلوك كامل يتحرك يلزم ثم الدخله نتاع المنتخب يظل 10 دقائق الاولانيين ما كناش فما ترابط بين خطوط الثلاثه على هذاك حنا بعد ممكن خلاه يعمل شويه اغلاط في دريب الزايده في كيما قلت شيء تكنيك هذا يكون ان شاء الله يتصلح مع الوقت ومع البارتيات الجايه هو الاهم انه نحافظوا على نفس التشكيله لانه اليوم مازالت عندنا منافسات كبيره برشا مازالت عندنا مواجهات كبيره برشا احنا نهار لحد باش نتنقلوا باش نلعبوا كونتر بوتسوانا نعاود نذكر انه المباراه تتلعب ماضي ساعتين ثم باش نستقبلوا ليبيا ثم نتوجهوا الى ليبيا ثم نتوجهوا الى غينيا دونك مازال عندنا ماراثون نتاع مباريات بالنسبه للتصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا لكن نرجع ونكونوا إيجابيين اليوم 4-0 نتيجة مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مهمة زادة للتوينس سي علي لأنه احنا زادة في حاجة للفرحة هذه والفرحة بأربع أهداف نتصور أنه عندها الطابع متاحة الخاص فمرة أخرى نقولوا مبروك للمنتخب الوطني التونسي بالنسبة لليوم في انتصاره على منتخب غينيا بنتيجة 4-0 وإن شاء الله يعني نلقاو نفس النتيجة نتيجة تكون إيجابية في بوتسوانا لحد ماضي ساعتين يلا سي علي بيعوا ونخلي الكلام في الختام اخر كلام ايوه هذا دعوه للصحافه دعوه للتلفزه دعوه للناس المسؤوله على الاعلام في تونس رانا ما فرحناش بالمنتخب راكم ما فرحتوناش بالمنتخب من بعد الترشح لكاس العالم ومش امر هين امر صعب مصر والجزائر مش موجود انت موجود ما خذوش ما خذاش الفريق القومي التونسي ولاعبين وحظهم ماريناش حتى شيء من مظاهر كاس العالم ماريناش حتى شيء من مظاهر الفرحه اليوم ربحنا 4 لازمنا نفرحوا ساعه قبل كل شيء ولازمنا نفرحوا الناس ولازمنا نردهم نجوم هذوكم يا راجل لازمنا تطلع تصورهم وتطلع كذا وتريكواتهم وكل شيء ويلزم الاعلام يتكلم ويعمل بلاتوات شكون بالله نحب نسالك سؤال انا مثلا انت ونحن كانا كفن العدود يا ما نعرف عليه شيء احسن لاعب عندي في المنتخب ما نعرف عليه شيء عليه هذا مش قله حاجه مش مني انا كل اللاعبين ما نعرف عليهم شيء المفروض نجوم المنتخب التونسي المفروض هذوكم نجوم وياخذوا حظهم وياخذوا اعلاميا ويتشهروا ويطلعوا وكل صغير اللي عمره 5 و7 و10 و12 سنين يعيط العيدودي ولا يعيط فرجاني ولا يعيط الجزيري ولا يعيط الطالبي يلزم نحن توا يعرفوهم الناس الكل ونفرحوا ساعة نفرحوا بيهم راهو حتى كمان عمل شيء كأس العالم لنهارت بداية كأس العالم يلزمني نفرح يلزم نعمل ان بلون داكسيون تاع فرحة قبل نبدأ كأس العالم يلزمنا نفرحوا بيهم ونفرحوا نحن يا رسول الله نحن محتاجين فرحة كتونسيين معناها ورينا الفرحة في وقت اللي تأهلنا لنهائية كأس العالم ريناها الفرحة هذيك موجودة في الشارع نهارتها وبعد مشيت على روحها
ان شاء الله 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 يا سعد هذا مطلوب ان شاء الله يا سعد ان شاء الله وان شاء الله المنتخب الوطني التونسي زاد يبقى ديما مفرحنا بالنسبه لتصفيات كاس افريقيا. خلينا نذكر بعجاله بالترتيب: تونس في المركز الاول بثلاثه نقاط، المنتخب الليبي في المركز الثاني زاد كذلك بثلاثه نقاط، في اسفل الترتيب بوتسوانا وغينيا بصفر في رصيدهم صفر من النقاط. شكر خاص لعبد الله الحطاب في الوصف والتعليق على المباراه، وخليك كلمه الختام سي عبد الله. شكرا لك حسام، بالفعل يعني نهاية المباراة بانتصار تونس 4-0 مقابل 0. إن شاء الله تأكيد يكون نهار الأحد أمام منتخب تسوانا خارج الديار، إن شاء الله المنتخب التونسي يعمل 6-6 والمنتخب التونسي يحافظ على المركز الأول. هذا هو، يعطيك صحة عبد الله، شكرا لكم سيدي على حضوركم بحضنا لهنا، شكرا لحسن المتابعة بالنسبة للعباد اللي اختاروا يتابعونا على 93 وبيان 3W.radiohayatfm.net، شكرا للعباد اللي اختاروا يتابعوا اللايف على الصفحة فيسبوك بتاعنا الحياة فهم. 4-0 لفائدة المنتخب الوطني التونسي، هذه هي النتيجة النهائية نهار الأحد ماضي ساعتين ضد بوتسوانا، إن شاء الله تكون نتيجة نهائية من خارج الديار للمنتخب الوطني التونسي. تحية شكر كبيرة برشا لجنود الخفاء، أيمن ليغا في الإخراج التقني، سهيل السلمي زاد كيف كيف في الإخراج الرقمي، زميلنا وصديقنا حسن النبتي من قسم الأخبار، سينهم كل الفريق، نقول لكم يلا تصبح على خير الناس كلنا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية أخرى. استاد الحياة، استاد الحياة، برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. عيش السبور في استاد الحياة.